بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الحلقة دي تخصنا وتخصكم إبراهيم. أهلا بيك يا باشمهندس، أهلا بيكم أعزائي المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين. حلقة مهمة جدا في تاريخ ملك وكتابة، حلقة كمان أعتقد بترجعكم 500 حلقة لورا. ولما نقول 500 حلقة يا باشمهندس يعني حوالي 1500 ساعة. احنا في فترات ملك وكتابة لفترة طويلة كنا وقت البرنامج كان 3 ساعات، يمكن في الأربع خمس شهور الأخيرة هو اللي ساعتين، يعني 1500 ساعة من التواصل ومحاولة التطمين على الأهلي. الحمد لله 500 حلقة ب 1500 ساعة تحملونا السادة المشاهدين، حاولنا فيها أن نرسي قاعدة معينة في كيفية التعامل مع قضايا الأهلي وما تعرض له. وكان لو تفتكر أول شعار لنا كان إيه؟ ما تخافش على الأهلي، ما تخافش على الأهلي، ما تخافش على الأهلي. عشان كده عندنا حلقة مهمة جدا فيها أربع عناوين. أنفخ البلالين يا كريم، مؤامرة الكلام عن المؤامرات، وبعد المليارين من حقك أن تفخر، لكن خلاص وصلنا لل 500 وما تخافش على الاهلي. الاهلي بيتابع طبعا المنتخب الاولمبي باهتمام، منتخب الاولمبي باذن الله بكره الساعه 8 مساء يخوض مباراته النهائيه بعد ضمان التاهل لدوره طوكيو، هيواجه منتخب كوت ديفوار الساعه 8 مساء في نهائي كاس الامم الافريقيه الاولمبيه، البطوله المؤهله لدورة طوكيو الأولمبية 2020. احنا يعني نقدر نقول خلصنا الهدف الاستراتيجي وندخل في الهدف بتاع البطولة بقى. البطولة يعني انت يعني في بطولات بتعملها عشان تكسبها، ما بتؤديش الى اي شيء غير انك تبقى حامل للقب. لكن الهدف الاستراتيجي كان من البطولة دي انك تصل للدورة الأولمبية، وقد تحقق. ولكن مؤكد تحقيق باقي الأهداف يخلينا نتعامل بجدية تامة مع مباراة الغد. مباراة الغد هيسبقها مباراة غانا وجنوب أفريقيا، ودي مباراة مهمة لأن مباراة التذكرة الثالثة. أفريقيا بتأهل ثلاث فرق، مصر وكوت ديفوار طرفي المباراة النهائية خلاص تأهل إلى الدورة الأولمبية، غانا والأولاد اللي هيفوز منهم هياخد التذكرة الثالثة ويسافر. وبمناسبة التذكرة الثالثة كمان الاتحاد الدولي لكرة القدم النهاردة أعلن عن شكل كأس العالم للأندية، البطولة المحببة واللي بتمثل القيمة الجميلة لدى الأهلي وجماهيره، من السنة الجاية، مش من السنة دي، من السنة الجاية، نسخة السنة الجاية اللي هيبقى فيها 24 فريق. أفريقيا لها ثلاث مقاعد، هيصعد بطل دوري الأبطال، تاني بطل دوري الأبطال اللي هو طرف المباراة النهائية، وصاحب المركز الثالث، ما يعني ان هيبقى فيه مباراه بين ثالث ورابع، يعني ثلاث فرق، ثلاث فرق من اللي هيلعبوا ما قبل النهائي هيتأهلوا. ده بالمعيار ده كان زمان الاهلي ما فاتوش مره. صحيح، ده اللي اعلن عنه الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي النهارده بشان كاس العالم للانديه ابتداء من نسخه 2021 ان شاء الله. الاهلي بيستعد من بكره بقى، المنتخب الاولمبي يسلم باذن الله تعالى، يستلم الكاس وتنتهي الاحتفاليه والبطوله، يعود اللاعبون الاولمبيون للانديه، يبدا الاهلي على وجه الاستعداد او وجه السرعه الاستعداد لمباراه الجونه يوم الاثنين يا باشمهندس. مش عارف ازاي النقله الخطيره المفاجاه دي هتتم الحقيقه، في ظل غياب العناصر الرئيسيه عن بالذات الأهلي ثم الزمالك وبعض الفرق اللي ليها نجا من هذا الفخ، سواء اتفقنا او اختلفنا، بيراميدز. ده في النسبة للمنتخب الاول، بالنسبة للمنتخب الاول ما انا بتكلم. ايضا لاعبي المنتخب الاولمبي هيرجعوا انديتهم، ايوه، لكن هي مسألة ازاي تعمل بقى في ثلاث ايام فريق من هذا الخليط، من اللي قعدوا اتمرنوا ويجهزوا مع فرقهم، ثم العائدون من المنتخب الأول، ثم
الذين الحقونا بهم من المنتخب الاولمبي مع الاصابات اللي غيرت خريطه حاجات كتير جدا في الفتره دي. مباراه المنتخب بكره، شركه تذكره المشرفه على تذاكر حضور الجماهير اعلنت نفاذ التذاكر، وكمان اعلنت ان هي اللي هتكون معنيه بتوزيع تذاكر المباريات المحليه. النهارده اتحاد الكره اعلن للنادي الاهلي والنادي الزمالك والانديه المشاركه في البطولات الافريقيه انه بالنسبه للنادي الاهلي هيلعب المباراتين اللي خاصتين ببطوله افريقيا مع الهلال السوداني الساعه 9 مساء يوم 6 ديسمبر في ملعب السلام، وهيلعب مع بلاتينيوم الزيمبابوي الساعه 9 ايضا مساء 28 ديسمبر في استاد السلام. اذا استاد السلام بحضور 10,000 متفرج هو اللي هيستقبل مباريات الاهلي الافريقيه، استاد القاهره هو اللي هيستقبل مباريات الاهلي في الدوري وب 5,000 متفرج، وفي الحالتين شركه امن وطنيه هي اللي هتتولى عمليات التامين، ثم شركه تذكرتي هي اللي هتتولى توزيع التذاكر والاشراف عليها. في الحالتين ما عندناش مشكله اي ملعب هنلعب عليه. احنا المهم يتثبت هذا الكلام ويؤكد ويدعم. مع مراعاة بقى الاعداد طبعا طبقا للظروف ان تزيد باذن الله عن كده. شوف، هو المتفق عليه انه في مده شهرين اختبار عوده الجماهير. نتمنى ان كل الاطراف تساعد ان احنا بعد الشهرين نرجع للوضع الطبيعي، نرجع للمدرجات الكامله، يرجع الاهلي يستعيد كل جماهيره في كل مبارياته. ده متوقف على ازاي نقدر كلنا ننجح هذه التجربه. حاولنا كتير، الاختبارات كانت كتيره، لكن نتمنى هذه المرة، لأنه الحقيقة شكل استاد القاهرة في مباراة المنتخب الأولمبي، سمعت مدرب جنوب أفريقيا قال لك ده تسونامي. اللي أنا شفته ده تسونامي، إعصار مدمر جدا. هو راجل ذكي محترم جدا، عارف يكلمنا إزاي بالظبط، وعارف يكلم التسونامي ده إزاي. يعني هو لما تشوف منظره قاعد في المؤتمر وتشوف السيدة إيناس مظهر وهي قد انزعجت اتخضت، وهو ازاي تقبل هذا الموقف بابتسامة، نفض المية لا مش كده، ده راجل خسران وناس بتقول له كان ليك ضربة جزاء ما اتحسبتش وضربة جزاء مش عارف مالها، يعني كان ممكن يخش مكشر ومتنشن وبيكلم في الكلام ده، بس هو ذكاؤه ودي قدرة الناس على انها تبقى مالكة زمام نفسها الشخصية الكويسة. عارف ان في ماتش لسه بكره، هو محتاج لجماهير مصر معاه. ايوه، وهو كل تصرفاته اكسبته هذا التعاطف وهذا الاحترام. الاحترام صحيح. طيب الاهلي النهارده المدير الفني ريني فايلر منح اللعيبه اجازه من التدريب، حاول الناس تاخد نفسها شويه لانه الحقيقه نفذت برنامج مضغوط طوال الفتره اللي فاتت بدنيا، فاداهم النهارده راحه وبيستأنف تدريباته بكره عشان يسافر للجونه، يلعب ماتش الجونه يوم الاثنين ويشد الرحال الى تونس لمواجهه النجم الساحلي في بدايه دور المجموعات، ودي السفريه اللي مجلس الاداره قرر تكليف الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الاداره برئاسه البعثه الى تونس ان شاء الله. شاب محترم جدا، بطل طبعا، بطل رياضي، بطل عالمي في الكاراتيه، وبيكتسب خبرات بسرعه مميزه. صحيح. دكتور مهند مجدي حرص بمجرد ما كلف برئاسه البعثه على الاتصال بالسفاره المصريه في تونس والتواصل مع الكابتن سيد عبد الحفيظ لترتيب كل شيء خاص بالمباراه. السفر هيكون يوم 26 نوفمبر ان شاء الله، مباراه النجم الساحلي في رادس هتكون يوم 29، السفر للجونه يوم الحد، والمباراه في الجوله الخامسه في الدوري ان شاء الله. يعني الاصابات، الاهلي وهو مريح بيتعور، اللعيبه وهي في فتره الراحه في اداء تدريبات خلال فتره التوقف، عدد من الاصابات الحقيقه يعني الناس اللي كانت بتتكلم على الاهلي بيضم لعيبه كتيره والاهلي ما اعرفش ايه والمركز الواحد فيه كام لاعب، يشوفوا دلوقتي المراكز اللي فيها نقص شديد جدا نتيجه هذه الاصابات. جونيور اجاييه بيواصل تاهيله، عنده شكوى في شد في العضله الاماميه. مروان محسن يمكن بيقترب شويه او بدا يبقى جاهز للمشاركه، لكن عندك حسام عاشور وشريف اكرامي ووليد سليمان، الثلاثه بيادوا تدريبات تاهيليه واستشفائيه خفيفه بعد الاصابات المختلفه.
وطبعا ده غير بقيه المصابين. عشان كده اصابات بعيده شويه. يا استاذ ابراهيم انا ليا رجاء وقلته قبل كده الاصابات الخفيفه ما يكلموناش فيها. ما حدش يقول لي اصابه خد كدمه ومش عارف. ما هو بس تغيبه. يا استاذ ابراهيم تغيبه يا استاذ ابراهيم. اللي يغيب عن المباراه بس اللي يقولوا لنا مصاب. لان هو واضح انهم غايبين. لا اصابات خفيفه يبقوا مش غايبين. هو غايبين انت ما عندكش فرقه. لا شريف اكرامي ما زال غايب لسه تدريبات استشفائيه. واخد بالك؟ طب هو لعب استشفائيه يعني ايه؟ كابتن شريف اكرامي لعب ماتش ودي. هل هو اصيب فيه؟ لا احنا مش عايزين نتعود كمان نستسهل الكلام. مش عايزين يطلع لنا من جوه الا اذا كان بقى يعني التصريح بالاصابات الكتير دي بيرهقنا بيرهق الناس. عايزين وبعدين اللي يصاب لازم نعرف يعني هيقعد قد ايه؟ احنا ما بنبقاش عارفين. انا واحد من الناس كمشجع بتكلم دلوقتي نفسي يعني عارف انت ايه؟ انت قلت لي كلمه واحنا داخلين خايفين نتكلم على الاهلي لانه صاب. فمش معقول ان نوصل ان الكلام على الاصابات يبقى هاجس كده. لكن انا عمال افكر يا استاذ ابراهيم هو ايه حكايه الاصابات دي؟ حكايه الاصابات تصور اكتشفت بقى لان الاصابات طالت كل الفرق. الاهلي اكتر شويه لان هو له عدد اكبر في المنتخبات فبيتعرض للظرف العام ده. لكن هو النظام الكروي بتاعنا لازم يعور اي حد. النظام طبعا انت ما بتعملش فتره اعداد سليمه، انت ما بتعملش فتره تصاعد الاحمال بشكل جيد لان توقفات استدعاءات احمال مع احمال. النظام الكروي بتاع لابد من تنظيم نفسنا كرويا. يا جماعه الموضوع والله سهل لكن مهم جدا جدا. اذا فضلنا على هذا الشكل طب بيراميد اصابه الكابتن عبد الله السعيد وبعدين سمعنا فرجاني ساسي برضه عنده ضمه. الله اعلم. امبارح يمشي ولا يقعد تنشغل بازاي النظام بتاعنا اخرنا قوي كده. هو كده يوم. هو كده ازاي اللعيبه ديت بعدت عن لياقه المباريات. هم ليه متخيلين ان تغيير فلان ازاي لضمت الموسمين هو الحل. ازاي لضمت الموسمين بالشكل اللي حصل بيه فحصلت لك ما كله كان يعني ما كله كان موافق على كده. يعني ما دي المشكله ان الناس بتبص للمصلحه الشخصيه في لحظتها لكن تداعيات الامر على عليهم حتى يعني انا ممكن اتصور اللحظه دي لو تأجل الماتشات تبقى لصالحي قلبت عليا. يا جماعه احنا خلينا نتفق النظام يمشي صح ازاي والدنيا والله هتتظبط جدا. طيب مباراه الجونه زي ما قلت لكم هتكون في الاسبوع الخامس للدوري عشان نفكركم بجدول الدوري لانه الحقيقه الفتره طولت قوي فمن حقكم تكونوا نسيتوا جدول الدوري وترتيب الفرق وازاي الاهلي كان بادئ وازاي الناس كانت قلقانه ومخضوضه من الاهلي وازاي الناس ساعت ان الدوري يقف وان الاهلي ما يلعبش مع الزمالك. حواديت كتيره قوي اعتقد حضراتكم عارفينها اكتر مننا وليه تم توقف الدوري وتعطل السده بتاعت سده الأربعين الطويله ديت عشان الاهلي ما يلعبش مع الزمالك. كانت واضحه جدا لكن احنا مع عوده الدوري هو شكل الجدول عامل ازاي. بيراميدز الاهلي لعب 3 مباريات عنده 9 نقاط يعني الاهلي المباراتين اللي فارقهم عن بيراميدز لو كسبهم يتصدر ب 15 نقطه يبقى فارق عن بيراميدز 4 نقاط كمان. ده شكل الترتيب. المباريات اللي هترجع يوم السبت يا باشمهندس طنطا هيلعب مع طلائع الجيش دي من الاسبوع الرابع والمقاولين هيلعب مع اسوان من الاسبوع الرابع. المباراه اللي كانت بلاها ناديه خد سوسو المقاولين كان بيستعد لاسوان واسوان حزموا الشرط وهيركبوا الطياره جايين عشان يلعبوا المقاولين فجاه استنى يا مقاولين هتلعبوا الزمالك. وطبعا السيناريو اللي حضراتكم فاكرينه من قبل 45 يوم كمان. يوم السبت المقاولين هيلعب مع اسوان، يوم الاثنين الجونه مع الاهلي الساعه 5 دي من الاسبوع الخامس. لكن في نفس اليوم بقى امبي هيلعب الزمالك الساعه 7:30 بس دي من الاسبوع السادس. هذا لا يحدث الا في الدوري المصري. مباراتين في نفس اليوم واحده في الاسبوع الخامس. عايزه نعمل مسابقه هنا يعني رتبوا لنا مباريات الاسبوع ازاي يعني اللي يعرف احنا هنلعب انهي اسبوع مين مع مين في ايه يوم الثلاث نادي مصر اف سي مصر هيلعب مع وادي دجله دي في الاسبوع السادس ومصر المقاصه هيلعب الحدود في الاسبوع السادس. يوم الاربع
طنطا مع سموحه وبيراميدز مع اسوان في الاسبوع السادس. يعني اسوان هيلعب يوم الاربع في الاسبوع السادس لكن هيلعب يوم السبت في الاسبوع الرابع. عجب عجب. تسالني عن الاصابات ونفتكر ان الدوري مش هيخر الميه، هنعمل جدول ماشي باليوم والساعه والثانيه. انا فاكر يا حبيبي، كلكم فاكرين، بس اهو تنتهي المساله الى ان احنا في دوري خلطبيط الاسبوع الرابع مع الخامس والسادس مع الثامن. طيب الحال من بعضه في الناشئين. غادر القاهرة اليوم لاعبوا الأهلي لكرة القدم مواليد 2001 اللي منضمين للمنتخب الوطني، راحوا تونس. منتخب الكابتن ربيع ياسين اللي بيقوده الكابتن ربيع هيشارك في بطولة شمال إفريقيا. ضمت القائمة من لاعبة الأهلي حمزة علاء حارس مرمى ومحمد أشرف وعربي بدر لاعب الوسط اللي كان ريني فايلر صعده للفريق الأول، ومحمود صابر وشادي رضوان اللاعب اللافت النظر الحقيقة جناح أيسر. والمنتخب هيشارك في هذه البطولة اللي هتقام من 23 بمشاركة خمس منتخبات، مصر والجزائر وتونس والمغرب وبوركينا فاسو. والقائمة المصرية فيها 22 لاعب هيلعب خلالهم أربع مباريات يا باشمهندس. يعني برضو إحنا تنظيم البطولات كتر قوي. بس كويس إنها في الناشئين مش هتكبدنا يعني خسائر كبيرة، ولو إن يمكن كنا محتاجين دلوقتي واحد زي البدري. عربي بدر. العربي بدر. طيب لأعضاء النادي بقى، والنادي كان أطلق تطبيق الأهلي ممبرز، ده تطبيق خاص بخدمات الأعضاء، بيحاول النادي الأهلي يدخل المرحلة الجديدة والحديثة في تلبية رغبات الأعضاء، في تلقي طلباتهم ومقترحاتهم، في تذليل كل المشاكل والصعوبات اللي ممكن تعوق استمتاعهم بالنادي في المقرات المختلفة. في إقبال كبير جدا على هذا التطبيق، وده جانب من المؤتمر اللي كان أعلن فيه إطلاق تطبيق خدمات أعضاء النادي اللي بيلقى إقبال كبير جدا من أعضاء النادي. ده يمكن كل ما لدينا من جولة خبرية سريعة، لكن أولى فقرتنا أنفخ البلالين يا كريم. الزميل العزيز الكابتن كريم حسن شحاتة طلع علينا بفيديو سبق كل الناس تقريبا بسنتين ونص ما شاء الله، وتقريبا أعلن خريطة الأهلي الانتخابية، وممكن يكون كمان طبع أوراق الدعاية. هو كان ناقصه حاجة واحدة بس، يعلن النتيجة ونفخ البلالين أو اللي قالوا له، لأن الحقيقة كريم أنا متأكد إنه تورط في ده، لأنه لا هو مهنيته تسمح بده ولا كمان هو كان متردد إنه يقول الخبر. قاعد يقول مش عارف ينفع ما ينفعش، بس أنا والسابق ظرف في التليفون قالوا لي لا قول لا قول، وهقول لك رأيي في الموضوع ده. طب نشوف الفيديو الأول. حاجة كده أنا عايز أقولها بس مش عارف وقتها ولا لأ. مش عارف اقولها دلوقتي ولا ما اقولهاش، بس حاجه عايز انفرد بيها بصراحه، يعني عايز انفرد بحاجه كده مش عارف بقى اقولها مناسبه ولا مش مناسبه. المهم يعني كابتن محمود الخطيب طبعا الف سلامه، عنده تعبان طبعا، يعني ظروفه الصحيه صعبه، وكان هو في فرنسا الفتره الحاليه وعمل اشعه طلع ان هو عنده اعوجاج في العمود الفقري، يعني اصابه قويه للكابتن محمود الخطيب، وهيسافر احتمال يسافر امريكا يتعالج هناك وممكن يقعد فتره كبيره. سامع كلام كده وكلام يعني ايه مش عارف وقته اللي انا اقوله دلوقتي ولا، سامع ان الفتره اللي جايه كابتن محمود الخطيب مش هيخش انتخابات النادي الاهلي القادمه على منصب الرئاسه بسبب ظروفه الصحيه، وسامع ان المهندس محمود طاهر هيخش انتخابات النادي الاهلي على منصب الرئاسه وهيتم مساندته من الكابتن محمود الخطيب. سامع كده ويعني هيكون في منافسه، انا ده الكلام اللي انا سامعه من مصادر قويه، ده كان النادي الاهلي. الناس طبعا ما حدش بيقول الكلام ده، لكن اللي انا سامعه ان كابتن محمود الخطيب بسبب ظروفه الصحيه مش هيخش الانتخابات القادمه بالنسبه للنادي الاهلي، وان المهندس محمود طاهر هيخش وهيبقى في مسانده قويه جدا للمهندس محمود طاهر. وسامع كمان ان الاستاذ عمرو فاروق هيخش على الرئاسه وهتبقى في منافسه قويه ما بين المهندس محمود طاهر والاستاذ العمري فاروق اللي هو نائب رئيس النادي الحالي
الاستاذ عمرو فاروق. ده الكلام اللي انا سامعه ويعني كلام من مصادر موثوقه من ناس تقال جدا في النادي الاهلي. فمش عارف بقى الوقت الكلام ده ولا لا، لكن الف سلامه طبعا للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي طبعا واسطوره النادي الاهلي، وربنا يا رب يعني يشفيه ويرجعه بالسلامه. وظروف صحيه صعبه للكابتن محمود الخطيب، كلنا طبعا بندعي له بالشفاء يا رب باذن الله خلال الفتره القادمه. والله يا كابتن كريم هو ميعاده، يعني انا عايز اخلصك من الحرج. انا مش عارف اذا كان الميعاد، لا هو ميعاده قوي دلوقتي. وكويس قوي انك انت انفردت الحقيقه، وكويس قوي ان المصادر القويه جدا اللي جوه النادي الاهلي اللي قالت لك على الخبر اللي احنا كنا متكتمين عليه كلنا الحقيقه. فانت يا اخي عفريت ما عرفتش عرفته ازاي، او اللي قال لك عليه هو العفريت. القصه دي يا استاذ ابراهيم بدات الهمهمه فيها والتجهيز لها من عده شهور. او هي مش خبر، هي امنيه. ايوه امنيه لدى البعض ان ده اللي يتحقق. وكان الكابتن الخطيب اصابته في العمود الفقري هي تحول دون نزوله الملعب. لا كابتن خطيب لازم يعتزل اللعب طبعا، ظهره واجعه هيلعب ازاي. انما الكابتن الخطيب يقود النادي الاهلي وظهر واجعه. شوف يا اخي، اما حاجه غريبه قوي، لا لازم يبطل، والناس بتلح في هذا وتقل شخصيا. لا لازم بقى ايه يفكر في نفسه اكتر ما بيفكر في النادي. شوف النصيحة قوي واخد بالك. الحقيقه يعني الياس وصل الناس انها مش عارفه تالف حواديت، ومش عارفه انها يعني ازاي تفركش الاهلي. ابتدي لك من اخر جمله، لان هي مربط الفرس في الحته دي. الخريطه اللي تبلغ بيها الكابتن كريم، وانا هبرئه من ان هو يكون مصدرها. هنحسن الظن يعني. ان الكابتن الخطيب هيقف مع المهندس محمود طه. ودي الجمله الكاشفه بقى. لا جمله كاشفه الثانيه. وان الكابتن الاستاذ العمري فاروق هينزل الانتخابات، فهيبقى الاستاذ محمود طاهر بمؤازره الكابتن الخطيب ضد العمري فاروق، وهو بقى تاكيدا ان ان العمليه في المساحه دي اللي هو وكيل النادي دلوقتي. ايوه اضرب. فاحنا نقولها دلوقتي عشان وكيل النادي دلوقتي دايما رئيس النادي دلوقتي اضرب على اساس الكلام اللي هيحصل كمان سنتين، اللي مش عارفين الحاله الصحيه بتاعه الكابتن الخطيب هتكون ايه، اللي هي اصلا في ظهره. ربنا يشفيه ويعافيه. احنا شفنا دول عظمى بتحكم من على كرسي متحرك، لان هنا الاداره هنا. والكابتن الخطيب عفاه الله ما هيرجع وهينزل الملعب يا كابتن. لان عندك انت عارف انا بقول التشبيه القاسي ده ليه؟ عشان انا عارف ان عندك اخبار طبيه هتحكيها لنا. شوفوا لجمهور الاهلي والاعضاء ولكل الناس، الحمد لله زياره الكابتن الخطيب لباريس كانت اكثر من مطمئنه جدا بالنسبه له، والحمد لله طبعا يعني كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، لانه بعد خضوعه لاشعه على احدث الاجهزه العالميه ثبت انه والحمد لله مش محتاج اي جراحه. كل التدخلات الجراحيه اللي كان بيتحذر منها قبل كده، وانه كان ممكن يبقى فيه تدخل جراحي للمره الرابعه والمساله تبقى حرجه وغير مستحبه، لا الحمد لله الوضع مطمئن، بل اكثر من مطمئن. فقط هيحتاج الكابتن خطيب لاسبوعين اتنين فقط للعلاج الطبيعي في باريس، يعني هو هيجي بعد ساعات قليله يعني فجر الجمعه المفروض هيكون هنا ان شاء الله. بعد ما هيسافر هيقعد اسبوع هنا، وهيسافر فرنسا كمان اسبوعين للعلاج الطبيعي، وبعدها والحمد لله تعالى بفضل الله زي ما المهندس عادل قال يقدر كابتن خطيب يكمل الموسم لعب كمان، لانه المسائل بعيدا عما رغب وعشم وطمع كل هؤلاء. كلام كريم من البدايه، اصله انا مش عارف اقول ولا ما اقولش، مش عارف ده وقته ولا مش وقته.
في التليفون بقى قول يا كريم قول 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 يا كريم اللي كلامك حكه. فهو فعلا احنا بنحسن الظن بكريم، غيره هم اللي نفخوا البلالين، وغيره هم اللي بيحاولوا يرتبوا المساله بدري بدري قوي وبناء على امال واوهام واحلام. لكن ده تلفزيون الدوله يا جماعه، الكلام اللي اتقال ده اتقال في القناه الاولى، وده اللي انا بربق بيه بالزميل العزيز انها توظف لكده كريم حسن شحاته. انا في فرق لما اتكلم من شاشه الدوله، شاشه تلفزيون الدوله لا، هو انا بس على قبل ما اتكلم في اعتبارات وفي قبل ما تكمل في حته الاراء دي طبعا لانها مهمه. المعلومات الطبيه اللي قلتها لنا دي تكهنات ولا معلومات ولا امنيات؟ دي معلومات. اه دي معلومات، يعني حصل تواصل طبعا، وده الرد الطبي بالظبط انه وضعه الحمد لله. يا اخي حاجه غريبه قوي، الاشعه اثبتت انه المساله الحمد لله مطمئنه جدا. بعض الالام كانت ناتجه حتى عن يمكن في ناس كتيره من الرياضيين رجل بتطول عن رجل، يعني كابتن سيد عبد الحفيظ سبب اعتزاله انه في رجل طولت عن رجل سنت ونص او 2 سنت، احمد السيد قضى موسمين وهو بيلعب وفي رجل اطول بحكم اصابات الركبه وكده، كابتن الخطيب ثبت انه في فرق في كام سنتي بين الرجلين عامل هذا الالم، ده بيعالج باحذيه طبيه. فمساله لا محتاجه كل التدخلات ولا كل التفسيرات اللي كانت الناس بترددها، لدرجه انه ما ان اعلن هاشتاج على تويتر سلامتك يا خطيب تصدر هذا الهاشتاج تويتر في تفاعل الجماهير. طيب انا بقى عايز مع الكابتن الخطيب والاطمئنان على صحته، اللي بنقول لكم ان هي والحمد لله في افضل حاله، بل انه رحله باريس جات باكثر من مطمئنه للكابتن ولكل جماهير مش الله. امريكا يعني لا فرنسا فرنسا. طيب بعد ما طمنا الكابتن كريم حسن شحاته ومن خلف الميكروفون ومن على الايربيز الايربيز يعني نحب نتكلم في نقطه. الكابتن الخطيب وهو يعاني من الالام الشديده جدا، وكان بيزك وكانش لسه عارف ايه يعني الليله ماشيه ازاي، ادار النادي الاهلي بنجاح فائق زي ما هنشوف دلوقتي في كل الاتجاهات وهو يتالم. يعني فكره ان انت تروج الحاله الصحيه، هو الحمد لله كل الحاله اللي عنده حاله عضليه، حاله اسبوعين علاج طبيعي وحاله يا سيدي عندك وجع في ظهرك بتنزل وتروح الشغل وبتتكلم وبتدير مؤسسه وبتدير صفقات لكن الايحاء والالحاح بقى اللي عايزين يتكوا عليه فتره الجايه، الحاله الصحيه الحاله الصحيه الحاله الصحيه. طب مين بقى اللي ما ربنا متعه واللي بالصحه؟ فلان يجي مكانه والخطيب يسنده. يا سلام يا سلام، هو انتوا فاكرين يا جماعه الناس ناسيه؟ هو مين اللي بيروج للكلام ده؟ دي الناس اللي كانت قاعده وبتدير الاعلام في النادي الاهلي هي اللي بتروج للكلام ده واللي عندهم عشم يرجعوا تاني يسيطروا. ايوه فمساله. وبعدين ازاي بقى نشرخ العلاقه اللي بين الرئيس المجلس الرئيس والوكيل اللي هو رئيس المكتب التنفيذي اللي هو النهارده يقوم بمهام الرئيس في غيبته النائب. يعني بص كلام كريم، وانا ما زلت متفق معاك في تاكيد حسن النيه، لانه في ناس وراه نفقوا البلالين، بس هي الفكره فين؟ ده كريم الراجل ما انفرضش بس انه الكابتن مش هينزل الانتخابات، الكابتن الخطيب مش هينزل الانتخابات، لا ده ليست واحده ولا اثنين بل ثلاثه، ثلاث انفرادات في واحده. انفرد واحده وخد الثلاثه هديه. ينفرد انه الخطيب مش هينزل الانتخابات، ينفرد بالثانيه انه المهندس محمود طاهر هينزل الانتخابات، ينفرد بالثالثه انه العامر فاروق هينزل الانتخابات، ينفرد بالرابعه انه الخطيب هيدعم محمود طاهر. بصوا عشان تعرفوا هي رايحه فين او هدفها ايه. بتضرب مجلس اداره في توقيت مهم تقريبا يكاد ينتصف مده عمله، يعني انتم متخيلين النادي الاهلي اللي باستمرار في نظامه الانتخابي لا في التوقيت ده ايوه انت بتتكلم باستمرار قبل الانتخابات، حتى العباره الثابته في الاهلي تاريخيا الانتخابات وقت الانتخابات، لا
ده اخواننا بتوع البلالين فرضين الموضوع قبل الهنا بسنتين ونص. ده الكابتن الخطيب لم يعلن انه نازل انتخابات النادي الاهلي الا قبلها بشهر. وانتوا بتقولوا قبلها بسنتين هيعمل ايه؟ هينزل ولا مش هينزل؟ هينزل مع مين وضد مين؟ اه قبلها بسنتين اللي ده كمان اعلن. الظروف يعني حتى لو في حد بيتصور هذا او حد بيدعي انه قريب من الكابتن محمود الخطيب، ما اعرفش هو مين اللي بيقدر يكون قريب من الكابتن محمود الخطيب وقريب من الكابتن كريم شحاته. يعني لازم يكون الشخص ده قريب من الاثنين دول عشان ينقل من هنا يودي هنا كلام موثوق فيه ناس مهمه جدا 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 في النادي الاهلي. طيب انا عايز اقول حاجه، ما تريحوا نفسكم وتستنوا سنتين، بلاها اللعبة اللي مش حلوة دي، مفقوسة قوي وبدري قوي. والله العظيم أنتم تزيدون التفاف الأعضاء والجمعية العمومية والرأي العام والجماهير حول الكابتن محمود الخطيب، وتجدون من دعم النادي الاهلي، وتجدون من وحده مجلس من الإدارة. وحده مجلس الاداره اللي كل ما بتتكلموا بيفتكروا الناس دي عايزه توقع بينا. خلي بالك لا ده النادي الاهلي لا 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 ما تعملش فيه ده شغل يعني مش عايز اوصفه شغل ايه يعني ده شغل بلالين واعتقد مفقوسه ومنفوخه على ما فيش. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنعرف هو ازاي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره وصلوا للي وصلوا له، ويعني ايه بعد المليارين من حقك ان تفخر. بعد الفاصل. هو مجلس الاداره ده في خلال هذه المده ايه حجم الانجاز اللي حصل برغم كل هذه الظروف؟ ميزانية نادي تصل إلى رقم قياسي غير مسبوق في كل الأندية، مش المصرية بس، لعل يمكن حتى الأندية الأفريقية. ما أعتقدش إن في ميزانية نادي في أفريقيا وصلت إلى 2 مليار جنيه يا باشمهندس. وصلنا في الأرقام الكبيرة قوي. في مؤشرات وفي نتائج. آه لما تشوف ان النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي خد الرخصه بدري وانطبقت عليه كل الشروط الماليه، من ضمنها السلامه الماليه. السلامه الماليه يعني ايه؟ ان ميزانيتك تغطي التزاماتك، فلما تكون ميزانيتك بتغطي التزاماتك الكرويه والانشائيه والمستقبليه انك تتوسع وتطور، فده هو النادي الاهلي. لهذا الاهلي مختلف، لهذا بنقول يعني لما اصعب سنه كان ممكن يدار النادي الاهلي رياضيا واقتصاديا فيها ومن ثم انشائيا، لان دي مرتبطه بالاقتصاد بالفلوس. سنه صعبه شهدت تغيير في عقود الرعايه والبث والملابس وغيره والاهلي كان مطلوب منه خلال شهر انه يلحق يلم نفسه، وقضايا وهنا وقضايا هنا وتعويضات بالملايين هنا وتعويضات بالملايين هنا، فينجح النادي الاهلي في اجتياز كل هذه الحواجز على طريقه عداء الحواجز بتوع ابطال العالم. فتتصور كمان انك تكسب بطوله العالم في القفزه الحواجز وظهرك واجعك. يعني ده لو سليم هعمل لكم ايه؟ يعني هو اللي انا عايز اقوله ده، انا لما بقول يعني ممكن الناس تقول لك انت بتقول لي مش عارف ايه وكرسي روزفلت، تيودور روزفلت اكتسح الانتخابات وحكم اقوى دوله في العالم في اصعب ظرف، وهو رجل كان ليه؟ لان الناس بتاخد الشخصيه والهيبه، فما بالك بقى ورئيسنا الحمد لله تمتع بكل سمات الصحه، ربنا يديله الصحه وشويه الام في الظهر كلنا بنتعرض لها، ما لا تحول دون اي شيء. نرجع تاني للانجاز. النادي الاهلي عمل واحده من اصعب الكامباك في تاريخ اي نادي على مستوى العالم، مش بس في النتائج، في النتائج وتدعيم الصفوف والمشهد العام، ولاول مره يمكن يتغير ثلاث مدربين في سنه في الكوره سعيا لايه؟ الافضل. خلينا هناخد
هناخد حجم ما تحقق مع مجلس المليارات ده خطوة خطوة. على الصعيد المالي، والمالي أنا دايما وأبدا بنأكد لكم هنا، ميزانية الأهلي تهم جمهور الأهلي مش تهم الأعضاء. فلوس الأهلي تهم من هم خارج الأسوار مش بس جوه الأسوار، بيطمنوا عليه منها. صحيح أنه داخل الأسوار هم من يتمتعون بالخدمات وكل المزايا اللي بتمنح للعضو هو وأولاده وأسرته، لكن الأهلي الغني، الأهلي القوي ماديا، الأهلي اللي واقف على حيله كويس أو اقتصاديا، ده بينعكس على كل الملايين اللي هم خارج الأسوار، كل الملايين في كل مكان حتى بره مصر اللي بيرتبطوا بالأهلي وبيسعدهم الأهلي وبيشجعوا الأهلي وبيحبوا الأهلي. طول ما الأهلي قوي اقتصاديا هيفي بكل التزاماته، هيعمل كل تعاقداته، هيحفز كل لعيبته، هيبني كل الفرق، هيسعد هذه الجماهير. فلو ما توفرش هذا أو هذه القدرة المالية الكافية، لا الجمهور هيتضايق، النتائج هتتراجع، الصفقات هتقل، هنبدا نتضايق، الناس مش هتاخد لعبتها، هيبقى في حقوقها مش هتلاقي بالتوادي. بقى يا استاذ ابراهيم انه كمان مع الاعضاء بيفي بالتزاماته، فانت متخيل ان انا اسعد الملايين خارج الاسوار وفي ربوع البلاد وخارجها، ثم اسعد كل الالاف او عشرات الالاف من اعضاء النادي واسرهم داخل مقرات النادي اللي ما شاء الله. شوفوا النهارده الاهلي بيتمدد بهذا الشكل وهذا التوسع العمراني الكبير. في هذا السياق التقرير المالي للمجلس، ميزانية النادي في نهاية يونيو 2019 وصلت ل 2 مليار جنيه. طب كانت كام في نفس الفترة السنة اللي فاتت عشان تشوفوا درجة النمو عاملة ازاي؟ كانت 1.3 من 10 مليار جنيه. من 1.3 من 10 ل 2 مليار، يعني 700 مليون جنيه زيادة في ميزانية هذا العام عن العام السابق ليه. رقم أو قفزة كبيرة قوي. النادي الأهلي في هذه الميزانية حقق فائض كبير، 322 مليون جنيه من 1 يوليو 2018 ل 30 يونيو 2019. العام المالي شهد توقيع عقد رعاية، وكلكم شفتوا الظروف اللي النادي مر بيها وإزاي كان ده تأكيد وبرهان على القوة التسويقية العالية جدا للنادي الأهلي، القوة الجاذبة لكل شركات الرعاية وكل العاملين في مجال الرعاية للنادي الأهلي وقيمته التسويقية. القيمة التسويقية تاني وتالت وعاشر لها علاقة بالمكانة وعدد المتابعين من أنصارك. بالظبط. فدي مسألة لا يمكن حد يديها لك هدية. انت اكتسبتها عبر تاريخك من 1907 تراكمية وفي نمو يكاد يكون منتظم، زادت في السنوات الاخيره. دي اللحظه المهمه جدا اللي اسعدت كل الاهلاويه، الاستاذ محمد كامل الله يمسيه بالخير الرئيس السابق لبرزنتيشن، وهو يضع قبله على راس الكابتن محمود الخطيب فرحا وسعيدا ومبتهجا. حتى قالها ساعتها محمد كامل، أنا لو مت دلوقتي هكون على المستوى المهني سعيد إن أنا عملت هذا الدين، إن أنا عملت هذه الصفقة لشركتي، إنه حصل على حق رعاية النادي الأهلي. هو ده النادي الأهلي يا جماعة. اللي العام المالي شهد توقيع عقد الرعاية الجديد، بموجب هذا العقد اللي حضراتكم تابعتوا تفاصيله، حصل الأهلي أو يحصل الأهلي سنوياً على 127.5 مليون جنيه. ابتداء من 2018 2019 كانت كام؟ يعني القيمة الكاملة بتاعة العقد لما تتجزأ على سنوات العقد، العام المالي الحالي المنتهي كانت قيمة ما حصل فيه الأهلي على 127.5 مليون جنيه. كانت كام في قبل كده؟ 77 مليون جنيه. بصوا درجة النمو، بصوا الأهلي بيتطور وبيتغير، من 77 مليون جنيه في السنة بقت 127. وانت لو شفت السنة اللي قبلها ونص مليون، هتلاقيها حاجة هو 40 أو حاجة و50 باستمرار في قفز. لازم يحصل كده باستمرار في قفز، بس القفز المرة دي يعني أشد شوية. في البث التلفزيوني الأهلي حصل بموجب العقد اللي عمله
على 100 مليون جنيه سنويا، وحصل كمان النادي على 1,750,000 دولار، دي جديده، 1,750,000 دولار بتوع ايه؟ ده مبلغ كبير، ده حوالي 31.2 مليون جنيه. دول نظير مشاركه لاعبي الاهلي الدوليين مع منتخب مصر في كاس العالم. دي ثمره، هو حتى جدها الحصه الاكبر، الفرق الكبيره اللي عندها اسهام كبير للاعيبه دوليين في بطوله كاس العالم، فالحصه الاكبر للنادي الاهلي. الاهلي بيقوم بدوره في رعايه النشء، في خدمه الشباب، وايضا في اكتشاف المواهب وتعليم الاطفال كره القدم عبر 13 فرع لاكاديميات النادي الاهلي. حققت اكثر من 13 مليون جنيه، دي خاصه بالاشتراكات. وتم تدعيم الفريق الاول وقطاع الكره بالكامل وباقي العاب النشاط الرياضي بصفقات اجماليها 212 مليون جنيه. طبعا. طبعا. عشان ده هم بقى ال 212 دول كانوا عايزين يشيلوا حسين الشحات تلتينهم يعني. كل شويه بيزودوها. فكل الصفقات اهي الميزانيه بتفصح عنها. تم تطبيق اللائحة المالية الجديدة الخاصة في النشاط الرياضي ابتداء من نوفمبر 2018 بعد إضافة بعض التعديلات الإيجابية اللي خلي بالك خلي بالك عايز أقول لك حاجة. أنت لو شفت ما أنفق على تدعيم الفرق الرياضية بخلاف كرة القدم السنة دي هتجده رقم برضو من ضمن الرقم ده. الرقم ده بيشملها. يعني هي جزء منه. رقم غير مسبوق أيضا. يعني الفرق اتدعمت في النشاط الرياضي بارقام غير مسبوقه. بس ربما ده في الميزانيه بتاعت السنه اللي جايه بقى. لانه انت بتتكلم ده في 30/6. في 30/6 يعني بقيه صفقات النشاط الرياضي دخلت في ميزانيه السنه يعني في شهر 8 و9. وبرضه انت دعمت السنه اللي فاتت بالزبط. يا ابراهيم. صحيح مش بالشكل بتاع السنه دي. لكن داخل فيه الدعم عشان الناس فاكراه ان ده كره قدم بس، انا بعلق على قيمة ما أنفق على صفقات كرة القدم. أيوه. الرقم ده على كل الصفقات ولا ده كرة القدم بس؟ كل الصفقات. طيب. تم تطبيق اللائحة المالية الجديدة في النشاط الرياضي ابتداء من نوفمبر 2018 بعد إضافة بعض التعديلات الإيجابية اللي رفعت مستوى الخدمة في قطاع النشاط الرياضي. بلغت مصاريف قطاع النشاط الرياضي 192 مليون جنيه. كانت كام؟ 139 مليون جنيه. يعني رقم 60 يعني مليون تقريبا بتجيب وبتصرف. لا يعني زياده حوالي 30% اكتر. صحيح. على مستوى بقى الاصول الثابته في بند الاراضي، التقرير او التقرير المالي للنادي كشف عن وجود زياده وصلت ل 348 مليون جنيه اصولك. طيب. دي بتمثل قيمه ارض التجمع الخامس طبقا لعقد البيع الابتدائي والمؤرخ في 26 سبتمبر 2019 بين النادي وهيئة المجتمعات العمرانية. ودي الفضل فيها عشان يعني نبقى للمجلس السابق اللي هو بادر، ولكن الأهلي نقل الأرض بمشاكلها، غير الأرض بمزايا أفضل. بمزايا أفضل. التقرير المالي شاف زيادة في أو رصد زيادة في الأصول الثابتة الأخرى من مباني وآلات ومعدات وأساس وأدوات وأجهزة. دي الأرض اللي اتغيرت كانت مجرفة بالمنظر ده بالظبط. خلال العام 2018-2019 بلغت هذه الأصول 35 مليون جنيه، ودي تمثلت في العديد من البنود المختلفة، في مقدمتها مبنى صالون الأعضاء الجديد، تطوير مطعم المرسى، مشروع منطقة حديقة العائلات، عدد 2 ساحة انتظار، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال كابل التغذية الرئيسي لمجمع حمام السباحة في طفرة إنشائية يا جماعة غير مسبوقة. والله أنا رحت مدينة نصر الأسبوع اللي فات مع بعض الأصدقاء، فندق 7 نجوم ما شاء الله. طبعا. يعني حجم التطوير اللي حاصل في مدينة نصر. الشيخ زايد طبعا تحفة هيحصل. لا ده الشغل اللي هتشوفه بقى. ده الشيخ زايد هيتعمل فيه صلاة مغطاة. هيتعمل فيه حمام سباحة جديد. هيتعمل فيه مبنى اجتماعي حقيقي. المبنى المؤقت ده مؤقت. انما كان مقر الاكاديميه المفروض. فانت يعني خلال سنه هتتضح معالم الانجازات اللي جوه الشيخ زايد ايضا. والجزيره يعني جاي في الطريق.
الإيرادات اللي تحققت فعليا للنادي خلال السنة المالية الأخيرة وصلت ل 1.2 مليار جنيه، حجم الإيرادات اللي تحققت للنادي خلال هذه السنة المالية 1.2 مليار جنيه. طبعا كان في مشروعات كبيرة جدا، يعني فاكرين مجلس الإدارة الحالي وهو بيخوض الانتخابات عمل برنامج وادى التزامات وحدد مواعيد وتقريبا ماشي بالمواعيد المطلوبة منه، بل بالعكس يمكن بتسارع وتيرة واضح جدا أو بإيقاع أسرع كمان، افتتح حاجات كتيرة ولسه في حاجات كتيرة كمان بتنتظر الانتهاء منها. المشروعات الكبيرة في مقر الجزيرة شفنا تجهيزه وتشطيبه وفرش مدرج كرة القدم اللي اشتمل على غرف خلع ملابس للفريق، وده افتتاحها عشان تكون يمكن الجهاز الفني واللعيبة سعيدة جدا بالمستوى اللي عليه غرف خلع الملابس ومقر كرة القدم. بقيت زي الأندية الأوروبية الكبيرة عندك مقر منفصل لكرة القدم بكل إمكانياته. لا انت لما تروح تتجول كمان فيه حاجة أوروبا أوروبا يعني يعني حاجة رائعة جدا 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 جدا، وده لرفع الكفاءة والأداء. انت لما بتحط اللاعب في استراحة بهذا المستوى ولما بيتعامل في غرف إعداد وتجهيز واجتماعات وجيم وغيره واستراحة بالمستوى ده، لا انت رايح لمنطقة تانية كبيرة قوي. في اشتمل طبعا هذا المقر مقر كرة القدم، ده مقر كرة القدم في النادي، غرف للإداريين، صالة للجيمنيزيوم والساونا، أجهزة نتروجين للاستشفاء، وحدة علاج طبيعي ومغطس، قاعات اجتماعات، إلى جانب تجديد وتكوين كافة غرف خلع الملابس للاعبين وتجهيز وفرش وتشطيب مقر المركز الإعلامي. كما بدأ في تغيير أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل وتجديد وإحلال تكييف الصالة والبدء في تغيير أرضيات النجيل الصناعي للملعب الخماسي، تقفيل أسوار ملعب التيتش، تطوير صالة الجيمنيزيوم، والانتهاء من إنشاء صالة الكاراتيه. يعني تقريبا وانت ماشي واخد الدنيا في وشك. طبعا كاراتيه الجمباز اتصلح قبليها والكاراتيه دلوقتي، ويعني طبعا في بالنسبة للجزيرة للبنية التحتية الرياضية رفع كفاءة عالي جدا جدا، ده صحيح. مدينة نصر اللي هي يعني درة المقرات دي دلوقتي الحقيقة. دي طبعا اللي ابتدى بيها المساحة الكبيرة مساعدة، مش بس كده انت ابتديت بيها فالإنجاز خلص، فانت شايفه الإنجاز لما يخلص في كل المقرات هتشوفه لن يقل عن هذا الإنجاز. يعني أنا وقفنا أنا وبعض الأصدقاء قدام النسر اللي عند البوابة البوابة يعني طيب على الأقل بوابة الآلة تشعرك بالفخر والزهو فعلا وانت داخل تضرب له تعظيم سلام وانت داخل. بص انت لما تشوف دي من الناحيتين مرعبة، في المدخل والامتداد بتاعه والمساحة، حتى انت ما كنتش تقول لا طب المساحة دي كانت ايه، التصميم اللي عمل لك وفتح لك كل المساحة ديت حوالين النسر. هي مش مساحة عبثية عشان تعمل النسر، هي المقصود بيها بتوسع دائرة المدخل، المدخل عشان الناس تخش وتخرج مرتاحة. لا ده التحديث فين بقى؟ وانت داخل، وانت داخل مفيش حاجة اسمها أهلا يا باشمهندس اتفضل يا باشمهندس، لا انت بتدخل بالكرنية، لازم انها تدخل بالكرنية، باب الكتروني. الباب الالكتروني بيوفر للنادي قد ايه بقى؟ أول حاجة بيلزم الأعضاء على تجديد الاشتراك، أي حتى لو معاك كارنيه السنه اللي فاتت لازم تجدد. بيحد تماما من عمليات التسريب، حد مش عضو وداخل فلازم اجباري يعني انت بترفع بيظبط الاداء بيظبط انت بترفع مستوى الاداء، بترفع وبيقلل المشاكل، حجم الدخل وبتقلل المشاكل، بيقلل المشاكل انك تقعد تناقش الكنترولات. بالظبط، اصلا نسيت الكارنيه، اصلا كل واحد حريص دلوقتي يبقى معاك كارنيه. بالظبط. البوابه دي بقى اللي الناس لازم تفهمه ستعمم على جميع مداخل مقرات النادي، مقرات النادي المختلفة، كله هيبقى المنظر الرائع بالشكل ده بالمستوى ده. هي دي شخصية الأهلي المعمارية، تفوت في الشارع لا ده النادي الأهلي من غير ما تكتب يافطة ولا تقول أنا نادي إيه ومش عارف بتاع إيه، لا هتعدي من بعيد هتشوف الأسوار هتشوف النسر هو ده النادي الأهلي. كمان في مدينة نصر تم إنشاء زي ما قلت لكم البوابة الرئيسية والمنطقة الترفيهية،
حمام امواج وحمام سباحه ومناطق خدميه وتجديد يعني حتى منطقه الامواج وحمامات السباحه والمناطق الخدميه يا باشمهندس. شغل فنادق حاجه تانية خالص. شغل فنادق بقولك. حاجه تانية خالص خالص. انك ده يبقى موجود في نادي رياضي بالشكل المبهر ده، بالاضاءه بالقعده بالتوسع بال طب ما ننقل نروح مدينه نصر. ما هو احنا يعني لازم يبقى كل شهر يعني نقضي يوم في مقر من المقرات دي، مش كده؟ بص الشكل والمستوى والخدمه اهو. فعلا هنيئا لاعضاء الاهلي في مدينه نصر بالذات، لانه المساحه الكبيره مساعده انك تعمل كل حاجه للاعضاء. كان في كمان البدء في تجديد واحلال ملاعب الاكاديميه، أعمال إنشاء البوابة الفرعية للنادي، والبدء في استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لمجمع ملاعب الإسكواش وجراج متعدد الطوابق، وإنشاء منطقة لجلوس الأعضاء فيها مناطق خدمية وشاشة عملاقة وشلالات مياه، والبدء في إنشاء مقر جديد للشهر العقاري لخدمة الأعضاء. دي حاجة مهمة جدا، يعني المناطق الخدمية دي لما تتطور الأعضاء يشعروا بقى بالمردود المباشر كمان. بالظبط. في احدث المقرات الجديده انتظارا طبعا لفرع التجمع اللي مؤكد هيكون نقله نوعيه مختلفه خالص حسب المنطقه وطبيعتها، الشيخ زايد. الشيخ زايد تم تنفيذ العديد من الاعمال الانشائيه فيه. ده احدث تصوير في مقر الشيخ زايد، لانه بدا انشاء مجمع الاسكواش، صاله للكاراتيه، صاله للجمباز، ملعبين لكرة القدم من النجيل الصناعي، وده كله لأعضاء النادي. في إنشاء للمبنى الاجتماعي الفخم اللي حضرتك أشرت إليه، في مسجد ومجمع للبنوك، وفي مقر للشهر العقاري. دي منشآت تنتظر الانتهاء منها. خلي بالك كان في وقت من الأوقات كان النادي موقف قبول عضويات جديدة في الشيخ زايد. أيوه. والسبب قال أنا مش هبتدي إلا لما أبدأ في التطوير عشان أستوعب الأعداد اللي جاية. وهو ما حدث. أيوه. يعني ده كان السبب إنك ما بتاخدش أعضاء جديد عشان ما 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 يعني ما تكبتش ما تكبتش العضو الحالي إنه ما فيش توسع وعمال بتقبل في أعضاء. تستمر أعمال إنشائية كبيرة جدا وخطة المجلس أخذ على عاتقه تنفيذها في التوقيتات اللي أعلن عنها. ومع توفر هذه السيولة النقدية الكبيرة وتعظيم موارد النادي، وفي نقطة على فكرة مهمة جدا في معايير الشفافية والسلامة المالية، الأهلي وده اللي أعلن عنه الكابتن محمود الخطيب وهو بيخوض الانتخابات، إنه مفيش لا ممارسة ولا مزايدة ولا مناقصة ولا أي أعمال هتتم إلا في وجود مندوبين للجهات الرقابية. تعالى فتش عليا من بدري. في مندوب من الرقابه الاداريه السابقه، الرقابه السابقه، مندوب من الرقابه الاداريه، مندوب من الجهاز المركزي للمحاسبات، يحضروا كل الممارسات المعنيه في النادي علشان خليني اتاكد واطمن ان انا ماشي صح. فبالتالي تبقى باستمرار عندك تعظيم لاعلى معايير الدقه والسلامه والنزاهه والشفافيه بشكل واضح جدا. امشي عدل يحتار عدوك فيك، تحتار البلالين فيك. يعني ما هو عشان كده انت ما بتقول لي، بقول لك هو الكلام على ده لسه المؤامره، هي الكلام على المؤامره جايه. ما تستعجلش. ماشي حاضر. التجمع الخامس رهن الانشاء، تم استخراج التراخيص الخاصه في البنيه التحتيه لبدء العمل في انطلاق المشروع والبدء في اجراءات التعاقد لانشاء المرحله الاولى. المرحله الاولى في التجمع فيها ايه؟ فيها مبنى اجتماعي، فيها مناطق خدمية، فيها مناطق جلوس للأعضاء، فيها ملاعب لكرة السلة والطائرة واليد والأكاديمية الكرة، وفي ملاعب خماسية للأعضاء وأسوار والبوابات الحديثة. ده إجمالي الخطة الأولى أو خطة المرحلة الأولى الإنشائية في فرع التجمع الخامس اللي هيشهد نقلة نوعية جديدة يا باشمهندس. كل فرع بتعمله هو تنمية. تنمية طبعا. ده دور تاني خالص. بتوصل بالخدمة للعضو بتاعك في مكانه. ايوه. يعني اعضاء التجمع دلوقتي اللي هم كانوا ساكنين هنا وهنا وهنا مش محتاجين بقى يروحوا اي مقرات اخرى، هيروحوا التجمع هم والاعضاء الجدد. وهو ينمي المنطقه. المنطقه. زي ما حصل في مدينه نصر وفي الشيخ زايد. في كل حته.
في مجال التسويق ولا يفتى ومالك في المدينة. مجال التسويق نجح مجلس الإدارة في التسويق للعلامة التجارية وفي إبرام عقود ضخمة زي عقد الرعاية اللي تم التعاقد فيه مع شركة صلة الرياضية بقيمة 500 مليون جنيه لأربع مواسم رياضية. بعد فسخ التعاقد نجح مجلس الإدارة في بيع حقوق الرعاية لشركة بريزنتيشن برغم مرور 3 أشهر من الموسم بمبلغ 510 ملايين جنيه لمدة أربع مواسم، إلى جانب تسويق حقوق البث الفضائي ب 400 مليون جنيه في أربع سنوات. ممكن نقول حاجة هنا؟ نقف. الثلاث أشهر دول أنت خدت تمنهم. أيوه. يعني أنت خدت تسوية من صلة بحوالي 150 مليون جنيه، مش متذكر الرقم بالظبط. ضيفها بقى على العقد. على عقد برزنتيشن اللي هو 510، يعني أنت خدت تتكلم. مبلغ كان دفع لك مبلغ. بالظبط. ده بقى بتاعك. أيوه. وتسوى. أيوة. تسوى خلاص باتفاق سلمي ودي. تم التعاقد مع شركة أمبرو العالمية لتوريد مستلزمات وملابس الفريق. تم تسويق العديد من الأحداث الرياضية بالشكل الأمثل، منها بطولات أفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات، السوبر الأفريقي لكرة اليد رجال وسيدات، بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس لكرة اليد رجال وسيدات في 2018. ده الجانب التسويقي اللي جاب الفلوس دي كلها، لانه هو انت بتتكلم على نادي له هذه القيمه التسويقيه، بتتكلم على نادي عنده هذه هذا الزخم من البطولات، نادي هو الاول عالميا في عدد البطولات المتنوعه اللي حصل عليها في كره القدم، نادي يحظى بشعبيه وفقا لاخر قياسات اتجاهات الراي العام في مصر زادت عن 74% من عموم الشعب المصري اهلاويه او بيحبوا الاهلي او متفاعلين مع الاهلي. أنا بس عايز أقول في حاجة في الحتة دي. إن الشركات قبل ما بتيجي تتعاقد معاك أو تخش البيدنج أو المزاد. عشان حجمك إيه؟ بتعمل هذا المجاس. وهذا البحث. أيوه. عن مدى الشعبية وعدد السبورترز أو المؤيدين ليك اللي هم سوقهم. أيوه. ده السوق اللي هيتعاملوا معاه. أيوه. وما فعلته صلة تحديدا لان كانت داخله سوق جديده من خلال النادي الاهلي كشركه عربيه عملت هذا البحث وده نتاج الارقام دي. ده كله جاب فلوس، ده كله عمل بطولات. اعتقد دور السنه اللي فاتت ما يتنسيش اللي حصل مع الاهلي في السنه الماضيه والموسم الماضي واللي اجلوا الدور اللي بعد كاس الامم والمؤامرات والحواديت والقصص والحكايات محدش لحق ينساها. ما هم فكرونا بيها السنه دي. بالظبط. طيب الدور الاغلى للاهلي في تاريخه مع هذه البطوله المفضله تاريخيا معاه. قطاع كره القدم في الاهلي شهد كتير من مراحل التطوير. تم إعادة هيكلة القطاع، تطوير الهيكل التنظيمي والإداري، استحداث إدارات جديدة بأهداف واختصاصات تتوافق مع هذا التطور السريع في صناعة كرة القدم. حصل الأهلي على المركز 21 عالميا، تصدر قائمة الأندية العربية لعام 2018، احتفظ برياداته كأكثر أندية العالم تتويجا بالألقاب المحلية والقارية والدولية المتنوعة. تم اعتماد الأهلي كأول نادي مصري محترف من قبل الكاف، واعتمد الكاف الاهلي كاول نادي افريقي ينشئ اداره متخصصه في اللوائح والتراخيص على مستوى القاره. نجح الاهلي في الحصول على مستحقاته وفقا لقواعد الفيفا، فحصل على 148 الف دولار بعد اصابه مروان محسن مع المنتخب في امم افريقيا 2017، وحصل على 1,744,000 دولار نظير مشاركه لاعبيه في كاس العالم بروسيا 2018 كأعلى ناد على مستوى أفريقيا حصولا على مقابل المشاركة الدولية. حافظ الأهلي حقوقه في اللاعب الهارب كوليبالي حتى انتهت مراحل التقاضي بإقرار حصول الأهلي على 1,432,000 دولار قبل أن يتم الاتفاق مع اللاعب ونادي النجم الساحلي على التسوية بما ضمن للأهلي حقوقه كاملة. بطولات كرة القدم الأهلي في هذا العام المنقضي حقق بجدارة بطولة الدوري موسم 2018-2019 رغم أصعب الظروف، وحقق بطولة السوبر المصري 17-18،
حل وصيفا لدوري ابطال افريقيا 2018، وكلكم عارفين الظروف واللي حصل فيها. في قطاع الناشئين حققت فرق مواليد 2004 و2001 و2097 المركز الاول، وحققت اكاديميه الاهلي نجاحا باهرا ولافتا. ده ما يتعلق بكره القدم. وصول الاهلي للمباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا بعد احداث طبعا دراماتيكيه مثيره وعجيبه واعتقد حاضره في الاذهان. تم اغتيال الاهلي معنويا قبل النهائي. بالظبط. وكلنا خلاص ما بقناش محتاجين نذكر او المؤامره بدات من هنا. الناس بتبعت جوابات مزوره عشان تثير حفيظه الجماهير وتقلب الشارع التونسي ضدك، مش بس الشارع والاتحاد الافريقي. الافريقي يعني ناس بتزور جوابات ويطلع، وبعدين ما حدش مذيع تونسي يقول لك جالنا من فلان خطاب من فلان الفلاني، المعد بتاع فلان الفلاني، تخيلوا. اه وبعدين ما حدش بيحقق في الكلام ده ولا حد. وبعدين يروح جواب مزور لمجلس الشعب يثبت تزويره، ولا طب مجلس الشعب يعني ليه مش حريص انه يعرف مين اللي زوره؟ يقول اذا كان عارف فخلصت. في وسط كل المعمعه دي الاهلي ياخد الدوري رغم انف كل هذه التحديات ورغم انف كل هؤلاء، ياخد الاهلي بطوله الدوري خالصه مخلصه. ما هو ده، خلينا بقى نتوقف عن اداء المجلس ورئيسه. هذا الاداء اللي اسفر عن كل هذه النجاحات الماليه الانشائيه الرياضيه في واحده من اصعب المواسم عبر تاريخه. بكل الظروف بقى اللي تعرض لها هذا المجلس من ضغوط و يعني محاوله لبس الفرقه واخرها ضرب الاستقرار، واخرها ده احنا شايفينه البلالين اللي انت فرقعتها دلوقتي. وده بيخلينا نقول ان لهذا الاهلي مختلف. الاهلي مختلف لانه لا يلتفت الا لنفسه ولعمله والحقائق التي تحركه. مش بتاع راغي ولا حواديت ولا انه يتجرجر في المساحات دي، لا هو ولا جمعيته العموميه. النشاط الرياضي بقى في مختلف البطولات اللي حصل عليها الاهلي في اليد والسله والطايره رجال وسيدات. هقول لكم سريعا، في السله دوري المرتبط رجال والسيدات دوري ممتاز ومرتبط. في النشاط الرياضي الامور مشت زي ما خطت ليها في معظم المسابقات. حقق فريق كره السله للرجال المركز الاول في دوري المرتبط، نالت فرق الناشئين تحت 14 و16 و18 سنه المركز الاول في بطولات المنطقه. فريق 16 سنه فاز ببطوله الجمهوريه وبطوله المرتبط. فريق كرة السلة سيدات بطولات المنطقة والدوري الممتاز ودوري المرتبط، إلى جانب فوز فريق 18 و16 و14 سنة ببطولات المنطقة، وفريق 16 حقق دوري المرتبط. ده فيما يخص الباسكت. فيما يخص الطايرة، تفوق رجال وسيدات الأهلي ما شاء الله، طايرة الأهلي تحتل كل الأجواء. وأنا مش عارف الناس يعني يا جماعة، هو اليد أهم من الطايرة ولا إيه؟ يعني حتى الاعلام اللي يحتفي بفريق لكره اليد في نادي الزمالك هايل ورائع، برافو. عشان كسب ثلاث مرات ورا بعض وكسب مش عارف، عشان كسب افريقيا ثلاث مرات، برافو. بس قارنوا بقى، مبروك. بس ما الوحوش اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت حقهم فين؟ استنى بقى، عارفين دول عاملين ايه؟ هقول لك. في الكره الطايره فريق رجال الاهلي، اوعى وشك بقى، فاز ببطولات الدوري والكاس وافريقيا في موسم واحد، عمل الثلاثية باكتساح كبير. فرق 20 و17 و13 سنة خدت بطولات المنطقة. فرق 15 و17 و20 أبطال جمهورية. دي في الكرة الطايرة، يعني أنت تقريبا لميت كل حاجة قدامك. الطايرة اكتسحت كل حاجة في سكتها. السيدات مشوا على نفس طريق الرجال. الفريق الأول في البنات عملوا الثلاثيه، نفس الثلاثيه، الدوري والكاس وافريقيا. متخيل؟ فريق اليد رجال فاز بكاس مصر، وفريق مواليد 98 ومواليد 2000 جه اول دوري المحترفين. فريق كره اليد سيدات فاز ببطوله الدوري وكاس مصر والسوبر. استنى بس، كره الطايره جيت اتكلم وتقول لي هقول لكم، قول في رقم لازم نتوقف عنده. اه عشان اللي بيتكلموا هو مين
أعظم فريق في ألعاب الصلاة ومين الأسطورة ومين، لا الأسطورة الكرة الطائرة مات فوز متتالي دون خسارة. فريق الكرة الطائرة من أسبوع 10 أيام رجال رجال 100 فوز متتالي بدون خسائر، ورغم أن عنده إصابات فادحة في ألمع نجومه، محمد عبد المنعم صليبي، أحمد قطب صليبي ما عادوش لسه الاثنين من الإصابات أو في مش عودة كاملة يعني، حتى عبو عبد الحليم عبو مصاب ومش موجود، لكن ولاد لأنه عنده قطاع ناشئين قوي جدا جدا جدا. طيب هو مين الأسطورة الحقيقية؟ هو العبرة بإيه؟ هو أنا أقدر أقول فلان ده أسطورة وخلاص وأفضل أتكلم عليه وبقى أسطورة؟ أمال أحمد صلاح؟ ها؟ يبقى إيه؟ لا أنا عايزك بقى فريق الإعداد الجميل ده يتوقف قدام اتنين، محمد صلاح يجيب وعبد الله عبد السلام، وعبد الله عبد السلام يجيب لنا إنجازاتهم على مستوى المحلي الإقليمي العالمي، ويوروني مين قرب منهم في تاريخ الألعاب الجماعية في أي لعبة. ده تكليف على الهوا. تمام. في تنس الطاولة حدث ولا حرج، ولو ما حدش عنده غير هنا جودة من حقه يدي تعظيم سلام. الحقيقة تنس الطاولة في الأهلي في كل الأبطال وكل البطلات ما شاء الله، حصل الأهلي على كل بطولات المنطقة رجال وسيدات كبار وصغار، فاز فريق تنس الطاولة للرجال ببطولة الدوري والبطولة العربية وكاس مصر الثلاثية هو راخر، وشفتوا طبعا كل أبطال الأهلي وبطلاته وآخرهم آخر العنقود الناشئة هنا جودة، اللي لما طلعوا شككوا قال لك لا دي مش بنت الأهلي، ده كانت مسافرة بره والأهلي مناسبها لنفسه، وكلام خايب اتقال كده. جبنا لكم اللي فاتت قصتها بالكامل، وازاي كابتن اشرف عبد الفتاح قال لك ده احنا قصرنا لها الترابيزه وهي عندها 4 أو 5 سنين عشان تعرف تلعب. شوفوا في اخر حاجه في بطوله البرتغال الدوليه راجعه ب 6 ميداليات أو 4 ميداليات، دي اخر العنقود اللي بقت اوله. اه لان بتكسب المراحل السنيه حتى السيدات وصلت لها ما شاء الله. اه في التنس لعبه التنس حقق رجال الاهلي المركز الاول وفريق السيدات وفريق 18 سنه ناشئين وناشئات، فاز بلال ابراهيم ابو طالب وفارس محمد زكريا في ذهبيه زوج البطوله الافريقيه في المغرب تحت 18 سنه في مارس 2019. في الاسكواش فرق الاهلي وصلت تالقها، مصطفى عسل حقق المركز الاول في بطوله العالم للشباب تحت 19 سنه، امينه محمد جت الأولى في بطولة إنجلترا المفتوحة للشباب، كريم عبد الجواد جه الأول في بطولة باكستان للرجال، والعديد من المراكز المتقدمة. والسكواش في الأهلي له رعاية خاصة جدا، وأعتقد ملعب السكواش مجمع كبير بقى مفرخة. أعطيه ملعبا أعطيك بطلا. صحيح. وده حصل في تنس الطاولة لما راحوا صالة مدينة نصر. مدينة نصر الصالة العملاقة بقى معمل تفريخ. وبيحدث الآن في السكواش اللي عندهم 9 ملاعب دلوقتي. في الكاراتيه فرق الاهلي سجلت نتائج متميزه جدا في كل الاصعده، الشهور الاخيره شهدت تالق عدد من اللاعبين واللاعبات، جيانا فاروق البطله الاولمبيه، شيماء رشدي، ايه هشام، تؤى هشام فاروق، وياسمين الهواري، واحمد اشرف، ومريم صلاح، وعلي الكومي، واسلام احمد حسني، ومصطفى رفعت، ونور ايهاب، وفرح طارق، ومحمد عادل، واميره عمرو، ونور الزهيري. حصل الاهلي على 9 دروع من اصل 12 درع ليحصل على المركز الأول في الترتيب العام في الكاراتيه. في ألعاب القوى أم الألعاب اللي بيرعاها الأهلي باهتمام كبير واللي نتمنى إن شاء الله. بس عايزين نقول إن الكاراتيه أفرز دكتور مهند. طبعًا. وكان بطل عالم قبل كده وعضو مجلس إدارة مرموق، فبرضه قدم نموذج كبير. بيقدم برضه شخصيات كوادر كمان. كوادر. صحيح. في ألعاب القوى أم الألعاب فرق الرجال والسيدات سجلوا نتائج كبيرة جدا، تألق عدد من اللاعبين في بطولة أفريقيا للناشئين في كوت ديفوار زي أسامة حسين وشاهناز وفقي وريم أحمد ومصطفى عبد الخالق وأحمد ياسر.
في الجمباز الاهلي حصل على كاس مصر بعد ما حقق اكبر عدد من الميداليات، وفاز فريق 13 سنه للانسات ببطوله الجمهوريه. الاهلي حصل على الكاس العام لبطوله الجمهوريه للسباحه القصيره، وكاس الاتحاد، وكاس بطوله القاهره، وكاس الناشئين، وكاس الناشئات، والدرع العام للسباحه، بخلاف نتائج متميزه جدا في السباحه التوقيعيه والغطس. ابناء الاهلي ذوي الاحتياجات الخاصة، النادي لا ينساهم ولا يغفل عن رعايتهم. فرق ذوي الاحتياجات الخاصة سجلوا وحققوا العديد من البطولات والألقاب فوق 20 سنة وتحت 16 سنة. اللاعبة مريم عادل عزب فازت بالميدالية الذهبية في الفروسية في بطولة الألعاب العالمية في أبو ظبي في مارس 2019. ده برنامج جديد في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وان شاء الله يلقى المزيد من الدعم والمزيد من الاقبال من ولادنا اللي عندهم هذه الاحتياجات. طبعا يستحقوا كل هذا. ده على الصعيد الرياضي. على الصعيد الاجتماعي، عضو الاهلي يلقى كل الاهتمام. لا بس انا عايز اتكلم، يعني هو احنا ليه الحقيقه في تقصير. احنا ليه سامحين ان حد يقول لنا ابطال الصالات والاساطير هو في بطوله الاهلي مش حاطط نفسه في المقدمه فيها في اي لعبه؟ صحيح، في اي لعبه؟ الباسكت بول كانت تعاني، ها باذن الله هتتحط في الصوره وبقوه. كره اليد لا سمح للاهلي انه يدعم بامكاناته، ما حدش هيجي ناحيته. منتجع الاهلي في مرسى مطروح، وده المقر الصيفي اللي الناس برضو اعتادت ان هي تقضي فترات الصيف في هذا المنتجع اللي هو 7 نجوم. الحقيقه اللي يروح منتجع الاهلي في مرسى مطروح يعرف حجم الرعايه اللي بيلقاها عضو النادي الاهلي في هذا المنتجع، واللي اضاف اليه النادي الاهلي السنه دي كمان المعسكر الجديد له في احد الفنادق في مارينا. في منتهى الاقبال او الاقبال المتزايد جدا من الاعضاء على منتجع مرسى مطروح، شهد العديد من اعمال التطوير والصيانه مقارنه بالعام الماضي. ده اللي انعكس على الاعضاء من خلال زياده اقبالهم. وصلت نسبه الاشغال فيها 95%، ودي النسبه الاعلى مقارنه بالاعوام السابقه. وصلت بعض الافواج في نسبه الاشغال فيها 100%. اعمال التطوير شهدت في هذا المنتجع زياده عدد خطوط الانترنت، توسعه نطاق التغطيه لتشمل اكبر مساحه، تم تحديث لائحة المنتجع الداخلية، نظام الحجز، تحديث مواعيد إجراء القرعة العلنية. ترتب على ذلك زيادة إقبال الأعضاء بشكل غير مسبوق، وصل عدد الأفواج إلى 23 فوق بعدد تجاوز 2900 عضو، وبإيراد تخطى 5,878,777 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 23% عن السنة الماضية. إدارة النادي حرصت على وضع برنامج ترفيهي مميز للأعضاء، بالإضافة إلى مصيف مارينا، ودي الطفرة الجديدة الصيفية لأعضاء النادي. تواصلت أعمال التشييد في منتجع الأهلي في مارينا 5 في الساحل الشمالي اللي هو شاطئ الأهلي، عشان يكون الأهلي في مارينا له شاطئ باسمه خاص بأعضائه. أعتقد دي كانت نقلة نوعية مهمة جدا في الرعاية الاجتماعية للنادي الأهلي لأعضائه، والارتقاء بمستوى الخدمي على اعلى مستوى سواء في منتجع مطروح او في منتجع مارينا يا باشمهندس. المره دي في تجربه جديده ان منتجع مارينا ده واعتقد انه حقق نجاح لافت، وده بستشرفه من فكره ان هيتطور عن كده كمان. فاما مرسى مطروح ده تاريخ. صحيح. تاريخ تم تطويره طبعا، هو كان خيم وكانت الناس بتحب الخيم قوي قوي قوي. كانت مرسى مطروح معسكر الاهلي هو معلمها الرئيسي. الرئيسي صحيح. لكن لما المحافظ قال خلاص الخيم لازم تتبدل بمباني، الاهلي عمل حاجه محترمه جدا عمل منتجع 7 نجوم الحقيقه. لكن انا في تحليل جالي لعبد الله عبد السلام. اتفضل. يعني عبد الله عبد السلام خد الدوري، استجابه فوريه من فريق الاعداد ده. معلش، لا بس انا عايز احمد صلاح لانه هيبقى كمان يمكن اكتر، لان احمد صلاح احترف مده اطول بره. مع الاهلي عمل 28 بطوله ما بين 9 كاس 9 دوري
6 افريقيا 4 عربي، 8 ما شاء الله 28 بطوله بطوله، وهو ما لعبش بانتظام في الاثناء دي. راح ايطاليا في 2007 كسب دوري وكاس. ده احمد صلاح اللي على الشاشه. لا ده مش احمد صلاح اهو، اول واحد على اليمين اللي لسه هيجي فوق. ايوه اول واحد فوق على اليمين. عبد الله عبد السلام هو صانع العاب لكن بيقدر يؤدي كل الادوار ما عدا الليبرو، ان هو يبقى ضارب في اي مركز ممكن يتواجد فيه لانه طويل وعنده هذه المهاره. فعمل في الدوري الايطالي ما حدش عمل كده في اوروبا. الدوري الايطالي 2007 كسب دوري وكاس، يعني رايح على احسن نادي في ايطاليا اللي هي كانت بطله العالم. بلاي ميكر بتاعه. في السنه اللي فريق كره الطايره اتفرغ وراح معظمه طلع الجيش من 4-5 سنين كده، خد الدوري مع طلاع الجيش مرتين والكاس مرتين وافريقيا مره. ما شاء الله، يعني هو بيتواجد في البطولات. ده تقريبا ساكن على منصه التتويج. راح مع نادي البوشريه اللبناني 2014 كسب البطوله العربيه في لبنان. في لبنان، ولو كان ينفع كان خد لهم الافريقيه. لكن شوف بقى سجله مع المنتخب. 6 افريقيا. ذهبيه البحر الابيض المتوسط. دي زي بطوله اوروبا. ذهبيه الالعاب الافريقيه مرتين. هذا لاعب ما حدش بيقول عليه اسطوره. فز. ولا بيقول عليه نجم الصالات ولا حاجه. ماشي في الدره، لا في قصور مننا. لما تشوف احمد صلاح. احمد صلاح وعبد الله عبد السلام هم دول ابطال محتاجين. لا عايزين عايزين دول. عايزين نعمل صحيح مين احسن لاعبي الصالات على مدى التاريخ، نطلع الاحصاءات ونحطها قدام بعض. واللي زي يجي يكلمني. واللي له تاريخ يجي يريح. ايوه، واللي يحبنا ما يضربش نار. طيب وصلنا لل 500 وما تخافش على الاهلي بعد الفاصل. ما تخافش على الاهلي. وصلنا لل 500 وما تخافش على الاهلي. انت بتقول في البدايه دي الحلقه ال 500 عشان كده دي حلقتكم. ما قلتش 500، قلت الحلقه دي تخصنا وتخصكم. طب تخصنا في ايه؟ تخصنا انها الحلقه ال 500 اللي احنا بنديرها. طب تخصهم في ايه؟ ان معانا ما تخافش على الاهلي. معانا ما تخافش على الاهلي. اعتقد انتوا مش محتاجين تذكير. هم ملك وكتابه يعني. مش محتاجين تذكير. ثوابت ملك وكتابه منذ ان بدات، اولا بنشكركم جدا. يعني لو ينفع اشكر كل واحد من حضراتكم اكون ممتن جدا، لانه ملك وكتابه الحقيقه برنامج من اول ما ظهر وهو صوت لسان حال جماهير الاهلي. صوت كل الاهلاويه. وقلنا لكم في البدايه هنقف مع بعض في منطقه تخص النادي الاهلي، واذا تعارض الامر بين موقف من وجهه نظرنا مع اي موقف هتلاقونا دايما وابدا في صف الجماهير، في صف الاعضاء، في صف مصلحه الاهلي. مصلحه الاهلي. وقلنا لكم مرارا وتكرارا لدينا من مش عايز اقول حتى الخبره، طبعا الخبره الكبيره قوي عند المهندس عدلي ربنا يديله الصحه وطوله العمر، بس كمان لدينا من الرؤية المتواضعة اللي تخلينا نحاول مع حضراتكم. هي جت منين؟ ما احنا عايشين في النادي الاهلي سنة ولا 28 سنة. ايوه. ففي حاجات كتير اللي انا بنساه انت بتفكرني بيه والعكس. وقلنا ما تخافش على الاهلي لانه هنقول لكم الحقيقة. ويوم ما تظبطونا بنقول حاجة غير الحقيقة ارجوكم نبهونا. أو حاولوا تستوضحوا ده ازاي. وهنحاول الفترة الجاية نفعل وسيلة التواصل مع حضراتكم. اللي بدأت كانت نشطة جدا، تفتكروا الرسائل اللي كانت بتظهر حتى على الشاشة لحظة بلحظة، وكان في شكل تفاعل كبير منذ أن بدأت أولى حلقات ملك وكتابة. في فترات كانت صعبة جدا، يعني فعلا برنامج ولد من رحم المعاناة. احنا كنا بنيجي هنا في مدينة الإنتاج الإعلامي في ظل حظر التجول وفي ظل كل الظروف الأمنية اللي
حدثت بعد ثورة 25 يناير، لأنه أولى حلقات ملك وكتابة لو تذكروا كانت 31 مارس 2011، يعني شهرين بالظبط وخمس أيام بعد ثورة يناير. فكانت فعلا الفكرة من رحم المعاناة، والشكل العام أو المناخ العام وقتها كان فيه كتير من التوتر والقلق والمشاكل، لكن كان عندنا من الرغبة وعندنا من الحرص على الإيمان، الإيمان بدور البرنامج. لازم دي نقطة مهمة جدا، ومن بدايته قلنا لكم هنحاول مع بعض نطمنكم على الأهلي، نعرفكم قيمة ناديكم، نكشف لكم سبب تعلقكم كلما أمكن تاريخه، لأنه ما ينفعش حد يحكي على الأهلي وعدل القيع موجود. مع حفظ الألقاب، أنا يعني ما شاء الله هذا رجل، يعني أنا يمكن وجوده معايا باستمرار بيمنع أو بيلجمني شوية إن أنا أقدر أديله جزء من حقه كشاهد أمين وراصد حقيقي لأحداث النادي الأهلي التاريخية. وإحنا مش هواة البكاء على الأطلال أو حتى استدرار التاريخ لمجرد التاريخ، لا، عندنا فكرة الربط ما بين اللي بيحصل دلوقتي جذوره في الأهلي عاملة إزاي، الموقف اللي بيحصل دلوقتي مجلس إدارة النادي الأهلي لما ياخد قرار ويقول مش هكمل الدوري علشان كذا كذا كذا، نقول لكم جعفر ولي باشا عمل إيه، نقول لكم كابتن صالح سليم عمل إيه، نقول لكم عبود باشا عمل إيه، لأنه وكلها الأهلي سلسلة متصلة كلها. أستاذ إبراهيم لازم الناس تفهم كويس قوي، الأهلي لا يتشدد إلا في إحقاق النظام والعدل. بالظبط، يعني إحنا لما بنقول الدوري في ميعاده إحنا عارفين إن إحنا هنكسبه مسبقا، يعني لا مش عارفين، لكن بنقول عشان نعرف نشتغل صح ونخطط صح ونبني صح، وبعد كده الأيام تثبت ويرجعوا كل الناس اللي ما كانوش مقتنعين يقول لك عدم انتظام الدوري، عدم مش عارف الكلام ده. الاعتزاز بالبرنامج يا أستاذ إبراهيم، وانت بتقول رسالته وانت بتشكر الجماهير، لازم تشكره ليه؟ منين ما تروح تجد الناس تتعامل معاك؟ طب كم مره قالوا لك فين الاستاذ عدلي؟ الناس فاكره هو بتهيألهم ان احنا ماشيين مع بعض، مش مع بعض اللي يشوفني يعني يقول له طب فكره الارتباط في البرنامج مع بعض، الناس متصوره ان احنا مش معقوله تكون مش عايشين مع بعض والتناغم ده موجود والكلام ده موجود. انا امبارح كنت في افتتاح مهرجان السينما، القاهرة السينمائية الدولي، القاهرة الدولي، ما تخيلتش ان برنامج مالي وكتابة هيبقى موجود بالقوة دي خالص. اولا كان موجود لان انا كنت موجود وقابلت الصديق العزيز محمد العدل رئيس القناة هناك. خلاص وانا كنت رايح عشان بنتي عملت اغنية الافتتاح، عملت اغنية ختام المهرجان افتتاح البرنامج المهرجان. فعايزه تروح، قالت لي منا يا جماعه دي اللي نحتت المقوله العبقريه، الاهلي مش بيكسب عشان عظيم، ده الاهلي عظيم عشان بيكسب. ودي مقوله لازم نتمسك بيها كل شويه نفكر الناس بيها، هي عظمه الاهلي في النتائج ولا النتائج لان الاهلي عظيم؟ الاهلي لا يكسب لانه عظيم، الاهلي لا يكسب، الاهلي مش عظيم عشان بيكسب. ده بيكسب عشان بيكسب عظيم. عشان عظيم، يعني النتائج العظمه من عظمه المكسب الأهل. وليس المكسب هي من تصنع العظمه. انت رايح في وسط ممثلين مشاهير جدا، والجديد والقديم وصحفيين كتير جدا، يعني انا اسف، يعني اما تلاقي الناس حريصه انها تكلمك على ملك وكتاب وتاخد الصور التذكاريه ونتصور ويطمنوا على الاهلي، بيطمنوا على الاهلي انطلاقا من معانا ما تخافش على الاهلي. لا، هو ده التاثير اللي انت لما تشوفه تعرف ان عرفت تعمل حاجه توصل للناس. صحيح. بنشكر برضو واحد من جمهور ملك وكتابه، حماده ابو العينين، اللي عمل يعني بعت لنا اهداء للاغنيه اللي استهلنا بيها الفقره. فليه ولكل الجمهور اللي بيثق في ان احنا ممكن نقول حاجه تفيده، ليهم كل الشكر والتحيه. على فكره انت هتزعل منك الملايين. لا، الاستاذ هاني خميس اللي بيعمل يبعت لك اشعار ويبعت لك حاجات، عايز يشوفها، عايز، وبيبعت حاجات مش بطاله ان شاء الله. ما تعمل استاذ ابراهيم فقره كده للمواهب دي عندك في المجله على الاقل،
ما هي موجوده بالعكس، اللي بيبعت للمجله بننشره. طبعا نقول للشباب ابعتوا للمجله اسهل، وننتقي منها كل حين وحين حاجه يعني. طبعا مخرجنا الجميل محمد شوارب وفريق الاعداد الرائع المتفاني الزملاء الاعزاء محمد مصطفى وعبد المنعم القصه ومحمود المخبزي ومأمون الفداوي، اليوم كل التحيه على كل الجهد اللي بيبذل، اللي قعدوا ينبشوا ويفكروا حضراتكم باول حلقه في ملك وكتابه 31 مارس 2011 نفكركم، واحنا كمان نفتكر لان الحقيقه نسينا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم الجديد ملك وكتابة، برنامج اتعمل بناء على طلباتكم ولتلبية احتياجاتكم. الملك والنادي الأهلي والكتابة، كل ما ينشر عن النادي الأهلي وخاصة التجاوزات الإشاعات الافتراءات، برنامج بيرد على كل هذه الأمور بالوثائق والحقائق. معانا كمان الأستاذ إبراهيم المنيسي ملك الكتابة اللي هو هيقول لنا عندنا ايه النهارده. اهلا بيك يا باشمهندس، واهلا بيكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وهذا البرنامج الجديد واولى حلقات ملك وكتابه. زي ما المهندس عدلي قال لكم، الملك النادي الاهلي، الكتابه هو كل ما يكتب عن هذا الملك، لكن كمان اعتقد بعد 25 يناير الملك زادت قيمته والكتابه زادت قوي مساحتها، وايضا المناخ اتسع للكثير والكثير من جرعات الحريات اللي بتفرض علينا تحديات جديده في المرحله اللي جايه. عندك ايه بقى ضمن الكلام اللي الناس متشوقه ان احنا نرد عليه وتعرف حقيقته؟ كتير من الموضوعات يا باشمهندس، بس خلينا نقول ابرز العناوين اللي عندنا. الاهلي والزمالك ووثائق امن الدوله. والتوأم يهاجم الاهلي 3 مرات يوميا. لكن الاهلي ووكاله الاعلان مين بيجامل مين؟ والأهلي بيفاوض عيد ودويدار وسليمان، وبنسأل الباشمهندس عدلي ومين كمان؟ والإعلام الرياضي وماذا بعد الثورة؟ ركبة بركات وحكاية لاعبي الأهلي مع الإغماءات، لكن فلوس الحضري من يدفعها وماذا لو؟ البث الفضائي، الزمالك يأخذ أقل بشرط أن الأهلي ما يكسبش. واحمد حسن هيفضل في الاهلي ولا يروح الزمالك؟ والاهلي متهم دائما باشعار النار في الاسعار. تسمح لي يا ابراهيم ان احنا نستاذن الساده المشاهدين ونقول لهم على فكره انتوا اللي هتختاروا لنا ترتيب الفقرات ونبتدي بايه، وعايزين تسمعوا ايه قبل ايه وتشوفوا ايه قبل ايه، لكن هنستاذنكم فقط في ضربه البدايه، احنا هنختار الموضوع الاول، اما باقي الموضوعات تواصلوا معانا على الارقام اللي موجوده وبالاس ام اس اللي موجوده على الشاشه، عشان تقولوا لنا او تقول الكمبيوتر الحقيقه يرتب لنا ايه ترتيب الموضوعات حسب اهتمامكم بيها. اهم موضوع عايزين نبدا بيه، الجمهور اختار لنا ايه والكمبيوتر اختار لنا ايه؟ طب نشوف الكمبيوتر من خلال الجمهور اختار ايه. يعني طبعا ذكريات واحنا عايشينها كده، دي كانت اول حلقه عايزين بمناسبه كنا بنتلمس هويتنا لسه يعني نشكر ونذكر طبعا مخرجنا الجميل اللي بدا معانا الاستاذ شريف جبران، وكان البروديوسر الجميل عماد عبد الحميد، ومحمد القوصي كان كمان على راس فريق الاعداد، فليهم كل التحيه لانه هذا، ومحمد احمد فضل برضو كان من نجوم البرنامج اللي خلف الكاميرات، الحقيقه كان الكل بيتفانى في مجهود كبير. حاجه جديده. يعني واي حاجه جديده. عايز اقول لك على حاجه بمناسبه حاجه جديده. الله يرحمه خالد توحيد. بعد في احدى الحلقات كده قال لي انا، واعتقد قال الكلام ده مع كابتن شوبير في مره وهو ضيف معاه، قال ان هو شاف تقرير لنسب المشاهده، فكان ملك وكتابه في التوقيت ده
الاعلى مشاهده بين كل البرامج عامه، مش حتى قال له البرامج الرياضيه، قال له لا اجمال البرامج. الحمد لله. فولد ملك وكتابه عملاقا، والحقيقه يعني ربنا يقدرنا نحاول نلبي كل احتياجات ورغبات حضراتكم في ان انتم تطمنوا باستمرار عن الاهلي. في جزء من الحلقه رقم 100، لانه الحلقه الاولى كنا صغيرين شويه يعني، انت ما شاء الله عليك لك مياه كثيره مرت في النهر حتى وصلنا للحلقه 100. كانت الحلقه 100 في 2 يوليو 2012. نحاول معاكم نفتكر كنا عاملين ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. الملك والنادي الاهلي والكتابه كل ما يكتب عنه، ولكن لماذا هذا التذكير؟ نعرفها من الاستاذ ابراهيم الزميل العزيز. اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بك اعزائي المشاهدين وهذه الحلقه المهمه جدا والاستثنائيه من برنامجكم ملك وكتابه. بحلقه الليله يكمل ملك وكتابه 100 حلقه. 100 حلقة كاملة منذ انطلاق ضربة البداية في ملك وكتابة يا ملك الصفقات. انت قلت لي لازم نفكرهم بأول حلقة ساعة ما قلنا لهم الملك والأهلي والكتابة كل ما يكتب صحيح. عنه صحيح، في بمناسبة الحلقة دليل البرنامج المئوية. واعتقد ان الوقت جري بسرعة، بس احنا يوميها قلنا سألتني سؤال، لو سألتوني تانية اجابتي هتختلف. قلت لي وقتها تفتكر فكرة البرنامج وصلت للناس كما نريدها؟ قلت لك الحقيقة مش كل الناس. لو سألتني دلوقتي هقول لك ايه؟ طب ما نفكر. طب ما تقول لي انت لو سألتك انا دلوقتي يعني 100 حلقة كاملة. كل سنة وحضراتكم طيبين. يمكن كان الثابت الدائم في ملك وكتابة اللي اتفقنا مع حضراتكم عليه في البداية، احنا ما بنردش الا بالوثائق وبالمنطق، احترام عقلية المشاهد، لأن احنا نعي جيدا أنه المشاهد في السنين الأخيرة الرياضة بالذات اكتسبت شريحة من المثقفين والمتعلمين والنابهين ربما والمتابعين بدقة، والمتابعين بدقة القادرين على الفرز، لأنه دايما أبدا تسمع الناس فلان قال كذا والناس هي معها نفسها بترد عليه، أصبح عندها تراكم خبرات جيد، عندها خلفية معلومات لا بأس بيها، فبقت المسألة يمكن ده ريحنا شوية في الرد، لأنه من قبل ما نرد تقريبا الناس متوقعة احنا هنرد بإيه، لكن كان اتفاقنا من البداية رقم 1 الرد الموثق، بمعنى ان احنا فكرة ملك وكتابة بنجيب الزميل قال إيه، كتب إيه، أذاع إيه، أو طلع في برنامج قال كذا في التلفزيون أو الإذاعة أو في أي موقع من مواقع الإنترنت، فبالتالي احنا ما بنردش على حاجات غيبية او تخيلية، لا ده برنامج بفكرة قول على قول، لو ما فيش قول مش هيبقى فيه قول عليه، يعني برنامج رد فعل للي بيتقال، ما هوش صاحب الفعل ورد بالحقيقة الموثقة. واعتقد طالما ان احنا في المأوية لازم نقول حاجة يعني عن نفسنا، مش عن نفسنا، عن البرنامج. يعني نستطيع ان نزعم اننا قدمنا الى الاداء الاعلامي هذا الشكل الجديد الذي يعتمد على ما يقال والرد عليه بمقاطع أصبحت صحيح. فكرة يعني فكرة يتم تداولها في كثير من البرامج، ويعني عايز أقول لحضراتكم أخرى الآن كثير من القنوات الفضائية فيها برامج حتى في النواحي السياسية خرجت من عباءة فكر ملك وكتابة، وهو ضرورة الاحتفاظ بالوثائق والفيديوهات والرد عليها بشكل موثق والرجوع اليها اذا احتاج الامر. بالظبط، شفنا واليوتيوب ساعد على كده كتير، وشبكات الانترنت ادت الى رواج فكر ملك وكتاب. يعني كنا بنتكلم في الفاصل منهجيه البرنامج في انه يلجا الى الفيديوهات والوثائق وتتحط، واحيانا انت بتقول ايه ونسيت وجاي تناقض نفسك فبنخليك ترد على نفسك. بالظبط، هي الحقيقه الاستاذ الدكتور واستاذنا الحقيقه يعني من الاساتذه اللي في كليه الاعلام الواحد بيسعد وبيفخر بيه الدكتور حسن عماد المكاوي، لما جبناه على التليفون وحتى بعديها الراجل كان حريص ان هو يكلمني انه قد ايه هو بيقدر فكره
لغه البرنامج. والراي لما يكون من استاذ الاساتذه اعتقد بيبقى له له معنى، بيلزمنا بمسؤوليه اكبر. انه اولا منهجيه البرنامج زي ما عرضناها واتكلمنا فيها كتير، التعريف الملك هو الاهلي والكتابه كل ما يكتب عن هذا الملك، لكن فكره القول على القول والرد على كل ما يقال بدليل نقلي وعقلي. بدليل نقلي لانه باستمرار بنجيب المستند، واعتقد شفتوا حضراتكم الكثير من الوثائق حتى من محاضر اجتماعات مجلس اداره النادي كنتوا بتشوفوها بخط اليد على شاشه ملك وكتابه. كمان الدليل النقلي في كل اللي بيقول حاجه هو بعظمه لسانه، كان عندنا فقره حتى اسمها بعظمه لسانه. وقول على قول. وكان عندنا قول على قول، في حد بيقول احنا بنقول على قوله. لكن انه نبقى ملك وكتابه يكون هو البايونير، هو الرائد في استحداث فكره استخدام فيديوهات البرامج الاخرى والتناول فيها والتعريض ليها ومناقشتها، كانت فكره جديده. لو في اي برنامج قبل ملك وكتابه في 2011 استخدم هذه المنهجيه يفكرنا ونعتذر له. لكن حتى لحظه ظهور ملك وكتابه على الشاشه في مارس 2011 كان هو الرائد في استخدام فيديوهات البرامج الاخرى. بعد كده الفكره اتطورت لكتير من البرامج المنوعه مش بس حتى الرياضه، وكنا سعداء ان احنا قدرنا حتى نعمل سياسة نقله، بقت حاجات فقرات في برامج كبيره اتعملت في قنوات كبيره على نفس الفكره وعلى نفس المنهجيه. كنا سعداء هو إن بس انا عايز اقول للناس احدثنا هذه النقله في الاداء المهني. احنا ليه بنقول هذا الكلام؟ يمكن كان يبدو البعض يقول لك انتوا بتتكلموا على نفسكم. هنستاذنكم نتكلم شويه على البرنامج وعن نفسنا عشان دي المناسبه الحلقه ال 500 يعني. ده اللي بيخلينا نتكلم، يعني احنا دايما احنا ما اتكلمناش قبل كده وقلنا عملنا وسوينا، انما يمكن اللحظه اللي احنا بنحتفل بيها دلوقتي بالحلقه 500 تخلينا من باب التذكير ان احنا نتكلم احيانا ونذكر ما حدث ونذكر مجهودنا ونذكر اساميه موجود الناس التانية، فبنعتذر لهم زمان. يعني صحيح. بنعتذر ومش هتحصل تاني. طيب كمان فكره ان احنا نكون حريصين على ارساء العلاقات الكويسه بين الانديه والحفاظ للاهلي على علاقاته بكل الانديه، حتى لما بنرد على زملاء في نادي الزمالك صحفيين في برامج في غيره وفي غيره، كنا حريصين باستمرار على ضبط النفس، وكنا حريصين دايما وابدا على عدم الاستدراج او الانجرار لمناطق شخصيه. اعتقد تابعته كتير جدا ما نالنا، لكن كان عندنا قدر كافي من الترفع، قدر كافي من المسؤوليه، قدر كافي من ادراكنا لقيمه النادي الاهلي. انا بس عايز الخص كل اللي انت بتقوله ده عشان نفكر، كنا دايما نقول ايه خلافنا مع المكتوب مش مع الكاتب. صحيح. دي منهجنا في التعرض لاي امر، يعني حد وكنا دايما بنقول اللي يمسنا شخصيا هنتجاوز عنه، لكن اللي يمس النادي الاهلي ما نقدرش نفوته. سارت السفينة في ملك وكتابة، وكنا وصلنا في 25 نوفمبر 2013 للحلقة رقم 200. بيبقى في مثل هذه المناسبات مناسب ان انت تقف عند الحلقات الرقمية المقفولة. كنت عامل ازاي في رقم 1؟ كنت عامل ازاي في 100؟ في 200 عامل ازاي؟ نفتكر ونفكر نفسينا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه، وما زال
ما زال أفضل نادي في الكون، يواصل البهجة والاحتفالية والتألق والانطلاق إلى الأفاق العالمية، ولكن هذا حديث له مجاله في هذه الحلقة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك أعزائي المشاهدين. وبالفعل هي لحظات الزهو بالملك، لحظات الفخر بالنادي الأهلي وبالكرة المصرية وبمصر كلها. اليوم كان يوما مشهودا في تاريخ النادي الأهلي، الاتحاد الدولي لكرة القدم يحتفي بالنادي الأهلي ويوفد مدير بطولة كأس العالم للأندية مع كأس العالم للاحتفاء بهذا الفريق الذي حقق رقما قياسيا عالميا، كونه أول نادي يصل مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي إلى كأس العالم للأندية 5 مرات في تاريخ البطولة. وأعتقد يا باشمهندس كان مؤتمر فعلا جدير بالنادي الأهلي. المؤتمر كان جميل وحنتحدث بالتفصيل عنه ما يجي حينه، ولكن أيضا هذا التزامن الرائع بين توقيت المؤتمر وفوز النادي الأهلي أو الإعلان الرسمي لفوز النادي الأهلي بجائزة الإبداع الرياضي عن طريق اللجنة المشكلة على كأس جائزة محمد بن راشد للإبداع، محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي، وحنقول تفاصيل، وانت عندك خلفيات عن هذه الجائزة العظيمة كلها تبعث إلى البهجة والاحتفال بأجمل نادي في الكون. يبدو أن الجوائز هي اللي بتدور على النادي الأهلي، مش بس أنه هو يتوج في أفريقيا نادي القرن، ولا يتوج أو يوضع في تصنيف أو على رأس التصنيف الأفريقي، لا كمان يصل إلى مصاف العالمية ويبقى أحسن نادي في الكون حصولا على البطولات في الترتيب الأول. يأتي هذه المرة التكريم عربيا وأسيويا، وزي ما المهندس عدلي أشار يمنحه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جائزة الإبداع الرياضي لما قدمه الأهلي من فنون إبداعية في كرة القدم في الموسم الماضي. التفاصيل في الحيثيات اللي انت تعرف عنها الكثير، المبهجة جدا، المبهجة جدا، ولكن بتقالي انت عودتنا تقرأ الحقيقة يعني حلقة ثرية جدا وحلقة دسمة فيها الكثير من الموضوعات والعناوين. طيب، لا جديد تحت الشمس. في الحادي احنا بنتكلم على تقييم دولي، الاتحاد الدولي بيبعت الكاس عشان يحتفل بالنادي الأهلي الأكثر وصولا إلى نهائيات كأس العالم مع أوكلاند، ويمنح جائزة الإبداع، وبعدين أيضا يمنح جائزة الإبداع الرياضي الممنوحة من الشيخ محمد بن راشد في الحلقة 300. أنا بس قبل ما نوصل الحلقة 300 والنبي معلش اتفضل، أنا ما خالفتكش في 200، هخالفك في 500. لا خليني بس عايز أربط هنا. ما أشبه الليلة بالبارحة، عشنا هذا الموسم في سلسلة من التكريمات للنادي ولرئيسه. وسام الاحترام، سفير مش عارف ايه، الاكثر ايه، نجم النجوم، الاساطير، الاساطير، الاسطورة. هذه الالقاب تمنح لرئيس نادي يروج انه مش هينزل كمان سنتين انتخابات النادي الاهلي. انا ليه برح في الموضوع ده؟ لان يا جماعه انا شامم الريحه دي من كام شهر، ان هيشتغلوا على الحته دي. من فضلكم سيبوا الاهلي في حاله، ولما يجي ميعاد الانتخابات يا سيدي اعملوا اللي انتوا عايزينه. اتفضل استاذ ابراهيم. طيب، في 21 اغسطس 2017 كنا وصلنا للحلقه 300، نفتكرها. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة، حلقة خاصة إطارها العام الإخلاص، تستحق المتابعة والمشاهدة بإخلاص. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك أعزائي المشاهدين، وهذا الموعد الذي يتجدد معكم دائما في ملك وكتابة. هي فعلا فترات مهمة جدا في تاريخ النادي الأهلي، في إطار أيضا سعي النادي الأهلي بكل قوة لتدعيم صفوفه لبدء موسم قوي جديد للاستمرار باللعب دائما وابدا قرب منصة التتويج. الاهلي بعد ما انهى الموسم المحلي بالفوز بالدوري والكاس ابرم بعض الصفقات المهمه
وها هو يستعد بقوة لأقرب تحدي مع الترجي التونسي يا باشمهندس. نتمنى يعني الخطوة القادمة دي هي أهم الخطوات. هي اللي فيها زي ما بيقولوا إيه البهريس كله. يعني هي دي اللي لو عملتها بقى نرجع تاني نمسك بتلابيب ريال مدريد ونلعب مع الكبار إن شاء الله. بداية الأخبار بتاعتنا يمكن جولة متنوعة ما بين بيان للأستاذ رجاء عطية عضو النادي الكبير، لكن خلينا الأول نقول أبرز ما في الحلقة من عناوين. كل الترجي التركيزي أهلي، آخر الصفقات وعودة الأبناء، ملوك ريمونتادا الوقت القاتل، وزي ما أكد المهندس عدلي الإخلاص والسندباد مش أحسن مننا، وأخيرا من فتح العام افرح يا أهلاوي. باشمهندس النهارده يمكن كلمني الأستاذ وليد مهدي مدير لجنة المباريات في النادي، والحقيقة يعني عكف على إنهاء مشروع إصدار البطاقات الموسمية. أيوه. وأعلن النادي على إصدار بطاقة حضور الجماهير للمباريات بعنوان أهلاوي وافتخر لمدة 3 سنين. البطاقة بتتباع لمدة 3 سنوات اعتبارا من موسم 2017 وحتى 2020 للدرجة الموحدة. موضحا أن هذه البطاقة الذكية تمكن راغبي حضور المباريات من حضور أي مباراة للأهلي بجمهور. يمكن حضراتكم تلمسوا بعض التطوير في طريقة الأداء، في المحتوى، في طريقة عرض المحتوى، ودي طبيعة الأمور. يعني الإنسان لازم دائما يتغير أستاذ إبراهيم ويتطور لحد ما يوصل بقى لل 400. الحلقة 400 كانت في أول نوفمبر 2018 نفتكرها. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. عندما حاول الاقزام النيل من ابي الهول، اياكم والعبث مع الاهلي. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه. حلقه الخميس حلقه مختلفه جدا، تقدروا تقولوا ليلة الفرح، تقدروا تقولوا ليلة التأهب للحدث الكبير، تقدروا تقولوا موعد مع التاريخ. موعد مع التاريخ ده العنوان الكبير العريض لمحتوى حلقة الليلة المهمة. تاريخ الذي يحاول بعض الأقزام تزييفه والنيل منه. ولا تقفون عن المحاولة، ولنا كلام وقف في هذا الأمر أستاذ إبراهيم. عشان كده حلقة في توقيتها، في توقيتها وفي ميعادها وفي مضمونها اللي نتمنى إن شاء الله إنه يلقى قبول واستمتاع حضراتكم، وأيضا يطمئنكم كثيرا عن ما ينتظر الأهلي غدا. هي لحظات مهمة جدا يتأهب فيها أبطال الأهلي لكتابة سطر جديد في كتاب التاريخ، التاريخ بكل معاني الكلمة، الذي يفتح أبوابه لاستقبال حدث جديد مهم إن شاء الله يقطع الأهلي شوطا مهما منه، ويبقى الشوط الآخر الجمعة القادم 9 نوفمبر في تونس بإذن الله. بكرة في 9 مساء موعد مع التاريخ، الأهلي والترجي التونسي نهائي دوري أبطال أفريقيا. هذا النهائي الذي أطلق عليه موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نهائي الرعب والفزع. هو بالفعل في هذه المعاناة يا باشمهندس، الرعب والفزع. بالتأكيد ده واحدة من أصعب النهائيات التي سوف يخوضها النادي الأهلي. أولا لأنه نهائي كلاسيكو. كلاسيكو أفريقي. أيوه. يتكرر كثيرا مع الترجي، سواء في دور قبل النهائي أو في النهائي. وهيتكرر مع أشقاء نكن لهم يكونون لنا كل الود والاعتزاز والإعزاز، حتى لما حاول البعض بطريقة فجة كالعادة أن يتملق مشاعر
بعض مشجعي الترجوية ان هنشجعكم وهنعمل لكم، كان الرد قاسيا جدا من مشجعي الترجي عليا. خليكم في حالكم، خليكم في حالكم، ده صراع الكبار مالكوش دعوه فيه، احنا والاهلي حبايب، احنا والاهلي حبايب، وهو حوار سينتهي الى تاهل احدنا، وهذا صراع الكبار ليس لكم فيه. يمكن كان بقى التطور حتى على شكلنا، على 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 ملامحنا بنكبر، كنا قد هرمنا ولكن المواضيع اللي بقت تفرض نفسها استاذ ابراهيم اختلفت. احنا كنا بنناقش قضايا، مش بنناقش داخلين في مهابره وتصدي لهجمه شرسه باسلوب غير مسبوق، وما زلنا حتى وقت قريب كنا مضطرين ان احنا نتصدى لهذا الامر. انا كنت بشعر بالمسؤوليه دي مع اجهزه فنيه سابقه الحقيقه، ومديرين كوره كتير في كان باستمرار يشعروا بدور ملك وكتابه في مسانده الفرقه وفي الدفاع عن الفرقه وفي الحصول للفريق على حقوق مشروعه، لان ما بقاش صراع رياضي. الصراع ما بقاش رياضي، عشان كده كان مهم جدا نسمع راي بعض اعضاء النادي الاهلي عن ملك وكتابه في الحلقه ال 500. والله انا احب اشكر المهندس عادل القاعي وابراهيم المنيسي، هما ناس محترمه جدا واكتر ناس بيعرفوا يدافعوا عن النادي الاهلي كويس، وبغير ما يغلطوا في اي حد، لان مبادئ النادي الاهلي هو الاحترام غير اي نادي تاني اخر. واقول لهم الف الف مبروك، وربنا يكرمهم يا رب ويفضلوا في استمرار على طول ان شاء الله. والله البرنامج بيعجبني جدا، اصلا بتابعه اثنين وخميس، يعني بتابعه البرنامج كويس وبيغطي كل حاجه يعني. بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يوفقهم بالتوفيق ان شاء الله. وان شاء الله المزيد من التقدم باذن الله تعالى ان شاء الله يعني. وبحب اهنئ المهندس عادل كي والمهندس والاستاذ ابراهيم المنيسي على البرنامج بتاعهم على مرور 500 حلقه، لان البرنامج ده بيدافع عن دايما عن حقوق النادي الاهلي وعن كل حاجه تخص النادي الاهلي. برنامج جميل جدا، بيطرح يعني اهم مشاكل النادي وهي حاجه بتواجهه، وان شاء الله بنتمنى توفيق البرنامج والمهندس عادل ان شاء الله. بشكرهم جدا على المجهود اللي بيقدموه، ان شاء الله قبل 1000 حلقه باذن الله. هم طبعا بيدافعوا عن حقوق النادي الاهلي، ولهم مجهود كبير طبعا مع مجلس الاداره اللي هم بذلوه، لهم حاجات كتيره طبعا، وبارك لهم. اول حاجه بس ان هم الحلقه ال 500 عليهم، وبالتوفيق ان شاء الله. انا طبعا شايف ان البرنامج طبعا فيه خبرات كبيره زي المهندس عادل القيعي وزي الاستاذ ابراهيم المنيسي، وطبعا الافكار بتاعتهم طبعا مفيده للنادي وللفرقه، وبيجمعوا طبعا الحاجات اللي هي بتحصل بره النادي وبيجيبوا جميع الاراء، وانا شايف ان فكره البرنامج جميله وان شاء الله مفيده يعني. اولا انا ببارك للباشمهندس عادل القيعي على مرور 500 حلقه من البرنامج، والباش والاستاذ ابراهيم المنيسي طبعا. البرنامج ده دايما بيجيب حق الاهلي وبيتكلم بشكل كويس يعني، وبيرد على جميع المنتقدين للنادي الاهلي دايما يعني. دي كانت جوله بين اعضاء النادي اللي بنشكرهم على تقديرهم ومتابعتهم، ولكن ماذا عن جمهور النادي الاهلي ورايهم في هذا البرنامج؟ هو بصراحه انا متابع للبرنامج، انا زملكاوي الاول ومن عشاق طبعا كابتن ابراهيم المنيسي والاستاذ عادل القيعي، والبرنامج هايل جدا طبعا وبيجيب حق النادي الاهلي وبيدافع عامه يعني عن الكوره في مصر والكلام ده. برنامج بيدافع جدا عن النادي الاهلي ومنصف كمان. احب اقول له الف شكر ليك طبعا، لانه بيدور على حق النادي الاهلي وبيدافع عنه. احب اشكر الاستاذ عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي عن البرنامج هما بيقدموه للنادي الاهلي، وبهنيهم بمرور 500 حلقه لحد دلوقتي على البرنامج بتاعهم. البرنامج ناجح 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 ناجح، البرنامج دوت يعني بيدي النادي الاهلي وبيعرف الناس النادي الاهلي ده ايه، والنادي الاهلي ده كيان، والنادي الاهلي ده اصلا صرح كبير، وهم بيوضحوا للناس النادي الاهلي هو صرح صروح النادي الاهلي في مصر. انا بحب ابارك لهم طبعا على بمناسبه 500 حلقه، ولو هنتكلم عليهم طبعا احنا محتاجين ايام وشهور عشان نتكلم على الكابتن عادل القيعي وابراهيم المنيسي، دول تاريخ في الاهلي، وخاصه الكابتن عادل القيعي بما له من باع كبير في خدمه النادي الاهلي من 30 سنه فاتوا، وانا ما اقدرش اقول حاجه بصراحه عليه يعني، انا مش انا اللي اتكلم، انا اقل من ان انا اتكلم على الناس دي،
بس انا بشكرهم جدا 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 جدا، واتمنى ان هم يفضلوا دايما سندا وعونا للنادي الاهلي. والله هو برنامج ممتاز، يعني بيقدم كل حاجه بموضوعيه وبحياديه وبيقول الواقع، بيشرح الواقع، وكفايه انهم بيردوا على منتقدين النادي الاهلي. 500 حلقه طبعا عدد مش قليل، وان دايما انت ماشي ب 500 حلقه اكيد انت ناجح، وخليكم زي ما انتم مستمرين، وان شاء الله طول ما انتم موجودين الاهلي هيبقى بخير، وان شاء الله البرنامج هيفضل موجود ودايما تبقى مقدمين انتوا الاثنين. مرور 500 حلقه ان شاء الله من تقدم لتقدم، يعني عقبال المليون حلقه باذن الله، وفي نجاح ان شاء الله دايما. احب اولا ابارك للمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنسي على مرور 500 حلقه على برنامج ملك وكتابه، وان شاء الله يا رب عقبال الحلقه الالف، ومن نجاح لنجاح باذن الله. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي وللكره المصريه عامه يا رب. انا احب اقول مبروك جدا على البرنامج الجامد ده، طبعا مزاكيه جدا، وطبعا ما فيهوش ولا لف وحوارات بكتير، لا بالعكس هو مزاكي جدا سواء لاي نادي في مصر، وخصوصا نقول لهم الف مبروك على 500 حلقه للاستاذ ابراهيم الليسي والاستاذ عادل القيعي. انا ببارك اسره ملك وكتابه على البرنامج وعلى مرور 500 حلقه وعقبال الالف ان شاء الله. احنا كمان بنشكركم وبنبارك لكم، وربنا قدرنا ان احنا نكون على قدر الثقه والمصداقيه. طيب احتفلنا وتكلمنا، وتبقى الفقره الاخيره مؤامره الكلام عن المؤامرات، وده جزء برضو من ملك وكتابه، الحفاظ على الاهلي كقيمه والحفاظ على الاهلي كعلاقه له مع كل اللعيبه حتى اللي خرجوا منه واللي خرجوا عليه. كابتن نادر السيد له عندنا كل الاحترام والتقدير. نادر اعرفه انا تقريبا من وهو ناشئ في منتخب الناشئين مع كابتن سيد الطباخ، ثم مع منتخب الكابتن محمد ابو العز هو والجيل بتاع هادي خشبه ووليد وسامي الشيشين واحمد ايوب، ثم مع الدكتور محمود سعد والكابتن مصطفى عبده في دوره برشلونه الاولمبيه 92، ثم انتقل للمنتخب الاول مع كابتن الجوهري. وكنت يمكن بالمصادفة أنا اللي بغطي في الأخبار منتخبات الناشئين في الفترة اللي هم بدأوا فيها، فتقريبا جايبه من أول السطر. نادر جه النادي الأهلي، قدم تجربة صحيح ما لعبش فيها، لكن تقييمه ليها بعد ما انتهت كل حاجة هو اللي اضطرنا أن احنا لازم نقف عنده، لأنه لما يوصف النادي الأهلي بأنه مليان مؤامرات، ولما يتقال كلام انه الراجل ندمان على انه لعب في النادي الاهلي، يبقى بنفس فكره ومنهجيه ملك وكتابه ان كنت ناسي افكرك. البدايه الكلام اللي قاله الكابتن نادر السيد في تايم سبورت. المسائل اقول لي انت زملكاوي ولا اهلاوي، فانا بستغرب من السؤال لان انا اتربيت في النادي، يعني عارف انت ما تكون ما تيجي تقول لي نادر انت اصلا انت منين؟ معايا؟ مش هقول لك مثلا انا ساكن في القاهره او ساكن في الشيخ زايد، هقول لك انا اصلا من المنصوره. ماشي. معايا؟ فهو الزمالك بالنسبه لي، ما تيجي تقول لي نادر انت ايه؟ اقول لك انا اصلا من الزمالك. من الزمالك. وعاده اهلي وزمالك. والله بص خلينا نكون واقعيين، والدي الله يرحمه يعني وقتها كان يعني كان بيشجع الاهلي، فاهم كلامي؟ بس هو ما كانش فارق معاه ان انا اروح الزمالك العب هنا ولا هنا. العب هنا ولا هنا. ما تاثرتش بكونه مشجع للاهلي؟ لا لا خالص، لا خالص، لا خالص. احمد ابني وديته الزمالك وعنده 11 سنه. ما ودوش او ممكن في يوم من الايام توديه الاهلي، ولا القصه بالنسبه لك انت خلاص زملكاوي وهو زملكاوي في القصه؟ ظروف الاهلي بالنسبه لي كانت ليها ظروف. انا فاهم، بس انما لو انت بتتكلم في العادي لا، مع كل احترامي وتقديري للمكان اللي انا اتربيت فيه وكبرت فيه، الموضوع كان اكبر من الانديه كلها، يعني بالنسبه لي انا ان انا العب منتخب مصر هو ده كان بالنسبه لي اهم من اي نادي في العالم. فهو ده كان السبب الوحيد وقتها، يعني حتى يعني خلينا نكون واقعي، حتى لو فرضا كنت رحت الزمالك كان موجود عبد الواحد وموجود عبد المنصف معايا، فما كانش هيبقى برده بصراحه هتبقى الفرصة قوية. تعاقدوا مع نادر السيد علشان يفوقوا عصام الحضري. لا اعتقد هي دي الحقيقة. طيب يا كابتن نادر، انك زملكاوي دي حاجة تخصك، الزمالك نادي كبير، نادي محترم. لكن ايه علاقة الأهلي؟ وايه علاقة يعني ان انت جيت الأهلي فقط عشان تروح منتخب مصر؟
الاهلي بوابه للعبور لمنتخب مصر. الناس بتلحق تنسى. وما رضيتش اروح الزمالك لانه ما كنتش هلعب على عبد الواحد ولا عبد المنصف. هي دي اهم حاجه قالها. فمش هروح منتخب مصر. يعني هو لو راح الزمالك وما لعبش مش هيروح منتخب مصر. طب ما انت رحت جيت لقيت عصام الحضري اللي كان بيلعب على لا كل الاسماء. لا يعني لا للتاريخ يا نادر انت كنت حارس مرمى منتخب مصر قبل ما تيجي من للاهلي مباشره. انت جاي للاهلي وانت لاعب حارس مرمى منتخب مصر، ادي تشكيل منتخب مصر ضد كوت ديفوار في 19 يونيو 2005. دي كانت تصفيات كاس العالم اللي خسرنا فيها بجونين دي دروجبا، كان في الجوله الثامنه. ده تشكيل منتخب مصر والسهم بيشير لنادر. اذا فكره ان انت جيت الاهلي عشان تروح منتخب مصر وان هو كان اهم بس عايز اقول لك حاجه، هو كان في منتخب ها لكن اللي كان بيلعب كان عصام، هو دي النقطه. ايوه الماتش ده لعب مش اللي في اسكندريه الماتش ده لعب نادر السيد 19 يونيو 2005. طب بتاكد لي كده لعب اخر مباراه له، لعب اخر مباراه له ضد كوت ديفوار في ابيجان. ايوه في ابيجان في ابيجان كان في الدوله في الجوله الثامنه مباشره. نادر الراجل قال ان انا زملكاوي برضه حقك، بس كمان لو رجع بيا الزمن ما غلطش الغلطه اللعب للاهلي بقى غلطه. لا لا انا هنا هنا اتفهم ان هو عشان جه وما لعبش وتركن كان متصور هيقدر يجي في لحظه كان في خلاف بين مستر مانو جوسيه وعصام الحضري انه هيقدر يلعب. عصام الحضري وحش ما طيب. بيستسلمش. نشوف نادر يتحدث في دي ام سي عن لو رجع الزمن ايه اللي ممكن يحصل. كابتن نادر السيد، زمالك ولا اهلي؟ زمالك. زمالك طبعا زمالك اكيد يعني. لو رجع بيك الكابتن نادر الزمن لورا تاخد نفس الخطوه بتاعت منتخب النادي الاهلي؟ لا ما خدش. طبعا طبعا وهو لو يعلم الغيب. بس هو التناقض هنا، هو يقول لك انا ما رضيتش اروح الزمالك عشان كان في كابتن عبد الواحد والكابتن عبد المنصف. طب راح الاهلي ده انت كنت رايح للراجل زميلك في المنتخب، يعني انت لما رحت انت هو اللي كنت اللي بتلعبه في المنتخب، كان على اي اساس بقى متصور انك تقدر الا بالمستوى؟ يعني انت طيب. لما رايح انت عارف المنافسه هتبقى اكثر شراسه مع عصام الحضري. ما هيش غريبه ان عصام انت شفت في اللي فات تناقض؟ طبعا. هيقول لك انا اللي جاي فيه ايه بقى؟ نشوف عصام، نشوف نادر في قناه الاهلي كان قال ايه؟ يعتبر الختام الحقيقي هو في النادي الاهلي، كيان النادي الاهلي اكبر بكتير جدا من المشاركه كلاعب، ممكن تدي للكيان حتى لو ما كانش داخل الملعب، وهو ده كان القراري ان انا ادي للكيان حتى لو مش داخل الملعب، والحقيقه لقيت تقدير كبير جدا من الجماهير ومن كل المنظومه في النادي الاهلي، سواء كان لاعبين او جماهير او اداره. الحقيقه طبعا منى ما لهاش في الكوره، انما اخوها محمد هو اللي في الكوره جدا، كان يعني مشجع جامد جدا اهلاوي هو، ومامتها نفس الموضوع. انا اهلاويه. وزوجة؟ وانا اهلاويه. مامي؟ مامي زملكاويه. اهلاويه. هي ما لهاش في الكوره عامه. وتاتوتا؟ أهلاوية. أوكي. يعني أنت أولادك بسم الله ما شاء الله اللي بتتمنى لهم كل خير طالعين أهلاوية، وأنت نفسك كنت بس أنا عايز أتوقف عند كلمة مهمة جدا كانت بتعكس حقيقة الأمر في علاقته بالنادي الأهلي، ولذلك أنا منتهش. هو أنت المرارة جات لك منين؟ يا كابتن نادر أنت لما بطلت كنت بتشتغل في قناة الأهلي وكان ليك برنامج وكنت مقدر. يا أستاذ يا كابتن نادر أنت لما بطلت اتعينت في مركز محدش سبق له أن شغله بالنادي الأهلي، أنت كنت مدير شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والتسويق إلا أنشأها النادي الأهلي، وكان من المقرر أن يكون فيها حد تاني، ولكن تقديرا ليك يا سيدي
اتغير قرار مجلس إدارة عشان يجيبوا الكابتن نادر السيد. هو النادي الاهلي اخطا معاك في ايه؟ لعبت في الفريق الاول، دي منافسه بينك وبين عصام الحضري، دي ناحيه فنيه، ما يقدرش النادي الاهلي يتدخل. ولا حد يتدخل، ده الكابتن الخطيب في لجنه الكوره على المستوى وافق على قرار بانو الجزئي انه اسامه حسني يمشي. يا استاذ ابراهيم على المستوى العام الراجل ده خد حاجات ما يحلمش حد غيره ياخدها. يعني انا في سر في الموضوع ده، يعني خد الفرصه دي على حساب مين؟ هبقى اقول لك بعدين. يعني انه يبقى مدير شركه الاهلي الانتاج الاعلامي وهو لسه مبطل ما فيش سنه ولا سنة، يعني ايه الظلم اللي تعرضت له عشان يبقى الاهلي وحش قوي كده؟ لا، وندمان ندمان انه بي 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 بتشتغل. طب ما يجوز كلامه في قناه الاهلي، لان ده كان برنامج اسمه بره الملعب، يجوز كلامه عشان كان المايك فيه النادي الاهلي والشاشه شاشه قناه الاهلي، فكان امتنانه بالاهلي وحبه للاهلي وافتخاره بالاهلي وسعادته في الاهلي هو واسرته ربنا يبارك فيهم، كان الوضع مختلف. طيب في قناه مودر، بلاش حرج شاشه الاهلي، في قناه مودر كان راي نادر ايه؟ الكره بتعترف انك نادم الان على تركك لنادي الزمالك ولعبك للنادي الاهلي؟ لا ابدا، انا اقر واعترف ان انا سعيد جدا بتجربتي مع نادي الزمالك ومشواري مع نادي الزمالك صنع مني نجوميتي وكملت النجوميه بتاعتي مع جماهير النادي الاهلي، بل بالعكس عرفت قد ايه ان النجوميه بالتاكيد، يعني انا 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 احب ان هي تكون من الملعب انما كمان كانت خارج الملعب، لان التعامل والعلاقه علاقه الاحترام اللي ما بيني وبين جماهير النادي الاهلي وقد ايه قدروا ان انا زي ما اديت للزمالك جوه الملعب، بالعكس كل التاريخ بتاعي اللي انا عملته داخل الملعب اديته للنادي الاهلي. اقر واعترف ان لو انا كنت اعرف ان انا مش هلعب في النادي الاهلي بصفه مستمره ما كنتش رحت النادي الاهلي. ده اللي اقر واعترف بيه، انما انا اقر واعترف ان انا نادم على تجربتي مع النادي الاهلي، لا انا مش نادم ابدا على تجربتي مع النادي الاهلي. تفكر في الترشح لانتخابات مجلس اداره الاهلي القادمه، نعم ام لا؟ اتشرف. تفكر في الترشح لانتخابات النادي الاهلي المقبله؟ نعم. على قائمه من؟ انا ما اعرفش لسه القوائم الحقيقه، بس انا بتكلم بشكل مستقل. اخذت القرار؟ فكرت. سبحان الله سبحان الله، كابتن نادر الذي قدر تقديرا خاصا جدا. يا استاذ ابراهيم، شركة الأهلي إنتاج الإعلامي كان مقررا وأنا مدير إدارة التسويق إن أنا أنشئ شركة الأهلي إنتاج الإعلامي، هذا كان تكليفي إن أنا أجي أعمل الشركة دي وأن أتولى مسؤوليتها. وبالفعل لما أنشئت وجبت الموافقة عليها صدر قرار مجلس الإدارة إن أنا اللي أبقى المدير بتاعها، لكن عشان إحنا أوريك إزاي إحنا بنتعامل مع الناس ومع النادي الأهلي. لحد ما جالي الكابتن حسن قال لي عدلي معلش حصل تعديل، محتاجين الكابتن نادر في الحته دي عشان خليك انت زي ما انت عشان احنا محتاجين. المهم اي سبب، حد عرف بالموضوع ده؟ لا. عدلي القيع زعل؟ لا. ما قالش بأماره ايه؟ بأماره ايه النهارده دي اللي تتقال؟ انك تاخد هذه الفرصه على حساب واحد كان يعني كانت بتاعته، لكن ما لا يدق منك ولا يزعل منك، بالعكس انت قدرت تقدير، انت كان ينبغي ان تنجح في هذه المهمه اللي خليتهم توسموا انك هيدوك الفرصه دي هتنجح، زي بالظبط ما النادي الاهلي كان بيضمك وكان متصور ان انت فعلا هتلعب. لكن زي ما بقول لك الكابتن عصام الحضري في عز مشكلته مع مستر مانو جوسيه كان وحش في التدريب، والراجل لانه راجل دغري بدليل خد احسن حارس في افريقيا في كل مره، ده هو البدايه الحقيقيه لتالق الكابتن عصام الحضري كانت 2005 دي. طيب نشوف نادر السيد لماذا تغيرت لهجته بعد 2015 وايه مسؤوليه الكابتن احمد ناجي. احمد ناجي هو اللي كان بيطبخ طبخه لجوزيه، فبالتالي هو اللي وصل له كل المعلومات. يعني احمد ناجي تآمر عليك؟ اعتقد تآمر عليك لمصلحة عصام الحضري؟ أكيد. ليه؟ هو يتسأل بقى على الكلام ده، إنما صعب قوي الوقت دوت كابتن. طبعًا. يعني المشاع إن طبعًا. إن الأهلي ما كانش فيه مؤامرات. لا طبعًا. ولا بالعكس كان فيه؟ ما غير معلنة. ما اتكلمتش مع جوزيه ليه؟ ضايق، جوزيه صعب.
صعب ازاي؟ مش صعب ولا حاجه، بس جوزيه قال الادب. طيب هو ده كابتن نادر لما بيغضب وقالوا اراء ممكن تبقى كده يعني مش مشكله. رد مانويل جوزيه على نادر السيد نشوفه. دايما انا في بعض التدريبات اطلع اقعد في المدرج عشان ابص على البوزيشن الحارس، تحرك الحارس في بعض الملاحظات. فجاه لقيت مستر مانويل طالع يقعد جنبي. يتابع التدريبات من لا هو كان طالع ليا عشان يقول لي انا مش عايز نادر السيد. وحصل جدل كبير في توقيت اتخذ القرار. قال لي انت ما تعرفش حاجه. انا طبعا جدال لا نادر قيمه كبيره، لا احنا لسه في بدايه موسم او في نص موسم ولازم نشتغل كمحترفين، وهو حارس موجود ولازم نساعده دي طريقتنا. فهو قال لي الامر مش فني خالص، ملوش دعوه بالناحيه الفنيه. اللي نادر بيقول ان انا اتامرت عليه لصالح عصام الحضري. يا كابتن نادر، عمر مدرب ما تربى في النادي الاهلي لاعب ان هو عنده 16 سنه لحد ما انهى حياته في النادي الاهلي ودرب في الفريق الاول 13 سنه يبقى عنده الصفه دي. انا اسف، وانا كمان 100 مره بقول لك انا اسف ان انا بقول لك كلام زي ده. ما كانش ابدا ابدا اتمنى ان انا يحصل حوار بيني وبين لاعب من لعيبتي اللي انا بعشقهم وبساعدهم ان انا اقول كلام زي ده. انا طبعا بعذره وبتمنى له الخير في حياته، بس انا بقول له ان انا مصدوم فيك، و الكلام اللي رفع معنوياتي السنه اللي فاتت من خلالك اللي انت قلته كان حاجه جميله بالنسبه لي ورفع معنوياتي. ايه اللي حصل فيه ايه؟ بس وعايز اقول له اللي انت ما تعرفوش ان انا ساعدتك وساعدتك بجد، واي حد بيشتغل معايا ما ينفعش ان انا ما ساعدوش، لانه نجاحي من نجاحك ومن نجاح بقيه الحراس. ده تعليق الكابتن احمد ناجي، لكن كمان كان في تعليق لمستر مانويل جوزيه في قناة النهار نشوفه. نما لعلمي ان حضرتك شفت وسمعت عن تصريحات كابتن نادر السيد، والحقيقه يعني خليني اقولها باللفظ اللي اتقال انه مستر مانويل جوزيه عصبي جدا، العصبيه تصل لدرجه قله الادب او قله الادب. نادر السيد كان حارس مرمى جيدا، ولكنه لم يكن شخصية طيبة على الإطلاق. أعلم تماما أنه يقول هذه الأشياء عني، لأنها ليست المرة الأولى التي يقول فيها مثل هذه الأشياء، وكان قد دعاني أكثر من مرة لعمل مقابلات معه أثناء عمله كمقدم برامج، ولكني وآخرها منذ شهرين. ربما ناجي يستطيع أن يؤكد ذلك، أننا كان لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين وكانوا شخصيات رائعة أيضا، لكن نادر السيد لم يكن من بين هؤلاء أصحاب الشخصيات الطيبة، وكان بمثابة السم وسط هذه الكوكبة من اللاعبين. ولقد ويستطيع الآن أن أقول أنني تعاقدت مع رجل سيء، والدليل أنه يعني أرفض إجراء الحوار فيبدأ يقول فيبدأ في قول ما يقول عني الآن. ده ما 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 مسألة لما تحتاجش تعقيب منين، هذه مسألة شخصية بينهم هو أدرى في الرد عليه وتقيم. في الرد عليه ولا يوجد تعليق، ولكن الأجواء داخل النادي الأهلي وحقيقة العلاقات داخل النادي الأهلي وتعامل النادي الأهلي مع اللعيبة اللي بتجيله من بره عبر عنها الكابتن طارق السعيد فيما نقله عن الكابتن نادر السيد نفتكره. بص انا يعني الفتره اللي لعبت فيها من النادي في النادي الاهلي من 2005 لغايه 2000 نهايه 2007 كل البطولات اللي كانت بتعدي بقى كان النادي الاهلي بياخدها ساعتها، لان بصراحه كان جيل محترم جدا، وخدنا تالت كاس العالم في اليابان، اعتقد ده اكبر انجاز في تاريخ النادي الاهلي مؤثر. والحمد لله الواحد كان بيشارك، لكن الاصابات بقى هي اللي فرقت. انا حسيت في الوقت ده
لما خدت قرار اعتزالي حبيت ان انا اختم في النادي الاهلي رغم بعض العروض اللي جات لي من الانديه الاخرى. يمكن الحاجه الوحيده اللي حسيتها كويس قوي في النادي الاهلي الترابط الاسري بين اللعيبه وبعض، ويمكن دي اكتر حاجه نجحت النادي الاهلي. اول ما رحت النادي الاهلي كان الكابتن نادر السيد موجود هناك ساعتها، قال لي تدخل عادي خالص وهتحس نفسك كانك بقالك 10 سنين هنا. وبالفعل ايه في حاجه في طبيعته خليته يقلب هذه القلب، او هو في هدف بيسعى له انه من مصلحته هاجم الاهلي عشان يحققه. يعني في حاجه، لان كل الكلام اللي بيقوله اللي سمعناه ده عكس ما قاله. صحيح. لكن كمان للحقيقه وللتاريخ، لانه انا لما اتكلم واقول انا اول واحد عملت كذا وما كنتش اول واحد عملت كذا، تبقى الحقيقه في الحفاظ على حقوق الرواد مهمه. نسمع الكابتن نادر السيد كاول حارس مرمى احترف في الخارج. فجالي بقى في اسبانيا نادي، كان نادي صغير كده في اسبانيا، وجالي كان ده في 98 بعد 98. حلو. جالك اسبانيا بالظبط، وجالي جالاتا سراي وقتها، بس انا من سوشو في فرنسا. وبعد كده جالي بروش. حلو. فبروش هم الاكتر جديه وخلصوا الموضوع، بعد كده رحت على بروش. حلو. رحت على بروش بقى كانت مرحله جديده، لانك تعتبر اول حارس اعتقد لو ما خانتنيش الذاكره اول حارس مصري يحترف. اول حارس وقتها. وانت بالنسبه لك انت عملت انجاز شخصي انك اول واحد يطلع اوروبا في المركز ده؟ لا، هنا نقف هنا، لانه في ناس عملت تاريخ من حقها ان احنا نحفظ حقوقها ونحفظ الحقوق للاجيال. اول حارس مرمى مصري في الخارج ما كانش الكابتن نادر السيد خالص. اول حارس مرمى احترف من مصر كان عزيز فهمي، وده كان في العشرينات والثلاثينات من القرن اللي فات. اولا عزيز فهمي بالمناسبه هو عم المهندس مصطفى مراد فهمي، يعني هو اخو مراد فهمي. عزيز فهمي من مواليد 1908، يعني سنه بعد نشاه النادي الاهلي، لعب للنادي الاهلي، كان ضمن قائمه منتخب مصر في كاس العالم 34. احترف في نادي ايه بقى؟ مونبولييه الفرنسي، من سنة 1933 ل 1936، وتوفاه الله سنة 1990. أيضا نادر مش تاني واحد، مش تاني ده كمان مصطفى كامل منصور، الرائد الكبير مصطفى كامل منصور اللي لعب بقى، يعني كان هو وعزيز فهمي الاثنين في قائمة منتخب مصر في كأس العالم 34، بس الحارس اللي لعب كان مصطفى كامل منصور. لعب حارس لمرمى منتخب مصر في كأس العالم 34، هو ولد في 2 أغسطس 1914 وتوفي في 24 يوليو 2002. بعد ما مثل مصر في كأس العالم 34 احترف مصطفى كامل منصور في نادي كوينز بارك من سنة 35 لسنة 38، يعني واحد في كوينز بارك في الدوري الإنجليزي وواحد لعب في الدوري الفرنسي في مونبلييه. لعب كمان مصطفى كامل منصور في سيلتك، في كوينز بارك، ولعب في سيلتك الاسكتلندي من سنة 38 ل 39 قبل ما يرجع للنادي الاهلي. وعزيز فهمي نفس الحكاية. ومصطفى كامل منصور كمل بعد كده بقى يعني مدير الفريق القومي وتاريخه وسجله، وهو من عائلة من آل منصور، يعني واحد آل منصور وواحد آل فهمي ما شاء الله، يعني عائلات عريقة في تاريخ. بس يعني احنا بنفكر ممكن كابتن نادر ما كنتش عارف المعلومات دي، هي يعني فبنحفظ بنحفظ الحقوق التاريخية.